دموع الحمد صبي واغسلينا، فما أحلى دموع الشاكرين. تباشرنا وكبرنا جميعا، وفي فرح خررنا ساجدين. لك الشكر العظيم أيا إلهي، وحمد عد حمد الحامدين. إلهي يا كريما في العطايا، ولسنا للعطاء مقدرين. إلهي ليس نحصيه ثناء، فبلغنا ثناء الصالحين. لقد أسبغتها نعما علينا، وكنت لنا المدبر والمعين. وكنت لنا المدبر والمعين. دموع الحمد صبي واغسلينا. تجرعنا من الحرمان كأسا، ومن هم وأحزان سقينا. ننام على اشتياق والتياع، ونخفق من حنين مصبحينا. فكم تقنى لوصل واجتماع، وتقبيل لرأسي والدينا. وكم نشتاق للأحباب، لكن بقي العود ونعم العود، عود الحامدين. دموع الحمد صبي واغسلينا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ورينتي إلهي سبحانه وتعالى أيان ما هذه علينا إنا إلهي قل نعموين كفرها بدل نوقلي أيان لكوبي كرين قفك مسلم كان وحال غربا مرول بإلهي سبحانه وتعالى إنو حسوسته أوكو أو ما هذه عليه انت اسكدب ما انت او اي تاريخ تهي هجري غا لباتن يلحظة بشا ربئن بشا شعبان كن افر بقول افرتن يشن كن بيغن تدوضا بشا سدحاد لباكن لباتن افر معد كدار العلوم وحا قبنا يا حفلة دي لغوسو قبقبين آيي أعماشي سند كانو صوقبتاي كلا دوانيد اسكو جيرتاي بريد قرآن كريم كا يا قيبها كلا دوان كلا لغو برنا علوم تشرعيغا يا لغة عربيغا وحان سود وينا دمان كسوقيب غلياش حفلة دان قيمها بدن او اي كو كيهين علماء شرفت له يا والدين يا مسؤولين تا أرضايا دار العلوم يا دمان ري دار العلوم مامل يا معلمين يا أرضايبو أن سيدا عادد أهيد حفلة دوحة عن كفر فرينا إن شاء الله تعالى آيات كقرآن ككريم كا أو نوع آخرين دون يوسف علي أو كسع وقيبت تحفيظ كقرآنك فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن خاف من موسى جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يضيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون بارك الله فيك وأحسن الله إليك ولا ليال ضدك وحنك عصينا إن شاء الله تعالى نوصبران حفلة دا وحال الله تلقى لي أرضيدة مركا وحارجينا إن شاء الله تعالى إن لن يستوف فدي على فدي وعبادة ويان ومجلس الذكر مركا نيدها لوقبت إن شاء الله تعالى هذا وحان سود وينا إن شاء الله تعالى أرضي كسعود قيب تثانويقة أو أساقنا كلمة ترحيب سمين دونو سود وين ضدك مرتدة أرضي قاسو عبد الرحمن محمد حسن فليتفضل أردنا وحنك عصنا يا إني سودك دقان الحمد لله رب المشارق والمغارب خلق الإنسان من طين لازب ثم جعلها نطفة بين الصلب والترائب خلق منها زوجها وجعل منهم الأبناء والأقارب تلطف به فنوع له المطاعم والمشارب وحمله في البر على الدواب وفي البحر على القوارب نحمده تبارك وتعالى حمد الطامع في المزيد والطالب ونعوذ بنور وجهه الكريم من كل شر العواقب وندعوه دعاء المستغفر الواجل التائب وحمله في البر على الدواب وفي البحر على القوارب نحمده تبارك وتعالى حمد الطامع في المزيد والطالب ونعوذ بنور وجهه الكريم من كل شر العواقب وندعوه دعاء المستغفر الواجل التائب وأشهد أن لا إله إلا الله القوي الغالب شهادة متيقن بأن الوحدانية لله أمر لازم لازم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المستغفر التواب المعصوم صلى الله عليه وسلم في الشيبة والشباب خلقه القرآن ورأيه الصواب وقوله فصل الخطاب أما بعد عليكم يا أحبتنا السلام وأتحفكم برحمته السلام وبوأها سلام تحية من تبوأها سلام فما ضاعت بغيركم الليالي ولا تمت بغيركم الأمور أهلا بكم عدد تغريد الطيور وعدد نجوم السماء وأسرارها وعدد الحقول وأزهارها مرحبا بالذين طلعوا علينا مثل ضوء القمر وفوح الزهر قد حللتم أهلا ونزلتم سهلا ويا مرحبا بكم مليون مرة آدي آد أي أمها سيهي
معدكم مانتا ان اعماشا وقبان دونا وحا كمدا ان ومارك تا تخريجنا ايو اما وحا قلن جبنا ايو دفعادي لباد ايو دفعادي سدحاد قيبتا ثانويغا ايو دفعادي شناد يتي لحاد قيبتا معدك اللغة العربيغا ان ايغا ان شاء الله تعالى وحا لقدون سين دونا شهادوين كودي ان مركي حفلة دا اخر كده لقارو ان هدنا وحا ويرا يا ارضي ان شرح الدونا قيبة كمدا كتابك تقريب الإمام النووي وأنا إدريس آدم برالة فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، قال المصنف الإمام العالم العامل العابد الزاهد الوارع الحافظ المتقن المفيد مفتى المسلمين محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في كتابه تغريب النووي، إن شاء الله تعالى وحنقلق بين ضمن كتابه وحاله سبحانه وتعالى نيجرنسيو إن بابك أما نوع التدليس نوع اللي يراه تدليس كمرك اللي يراه تدليس التاني وحوليه هي لوقا إصلاح وحلو يقانو مصطلح حق اللغة مكلا في التدليس والظلم والخفاء وحقر صنوي أما كتمان العيب السلعة عن المشتري قف وح إيبنا ولا قريه سلعة يباع لا قريه مدلس قف كأنا وحوي وحلو إلى هسي وقف كأصب أو كقري حديث ككرت قف كحديث ككرت أجناء يوحي كمدو أمر كحديث كأما وحي كسرنا حال الديس كقري حديث كمرك صحون قنا مدلس مدلساً بنقان حديثك حق إصلاح علماء وحلو يقنا إخفاء عيب في الإسناد وتحسينه لظاهره عيب سند كقصق ناد حديثك سند كيس الله قريه ظاهر كيسنا الله موجئن وقرحسين وحباء إكهال لسنين تدليس كسواك لو حليه أقسام لبا أوين تدليس الإسناد نوع ليره هذا النوع كالأو تدليس شيوخ ليره نوع يبان وليه لكن وحيها صغرى معيدي ساسبان تدليس الإسناد سيدا تدليس التسويها إيو تدليس القضعي إيو النوع كل اللي يراه تدليس العطفي أو بضان أو الإسكو عطفو تدليس كمرك اللي جو وحا أي إسكو مرك اللي جو ساقدقة لابا أقيب سما ساقد ظاهر ساقد خفي تدليس كمرك وحكمي ديها ينوع ساقد خفي يا ساقي إيو مرسل خفي مرسل خفي يا ساقا حوا وإسلح قران لكن فرق أقول حيا وفرق يقول حيو حاوي مرسل خفي يتدليس ك مرسل خفي رواية ديس وحكوري يقف وحكا قعبانين لكن معاصرة اي لحمته ماشا ايكو كل ما مركبة معاصرة وي تدليس ك سوك لا موعيدا تدليس ك اي علماء وحيشة يقان دادكو عام بحي اولو يقان سيدا بقية من الوليد الحمسي او ايو الوليد من مسلم القرشي إلى أبو مصر شغل وكدجي أو أويري حديث أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية نكا أحاديث تيسة نقية معها ومد نظيفة معها كدكتو نابا أو سكيل عليها مع على بعض حوالي تدليس الشيوخ أصيانا تعريفه ليها تدليس كان تعريف تيسة حوالي شاقة إنو كوريو عدء وحكا مغلو كوريني لكن السند كوحوك مو جوينين لكن وقري وملده أو ما عقوله هن يكوني أما صفة قوله هن بصاري ما عصين ونوع عسلات مرك شيخ وحوي رأى تدليس تدليس كوهو خصمان والله من نوع الأول وقيبتك هو تدليس الإسناد تدليس إسناد كتعريف في سكور ما وحوي رأى بأن يرو يوائن وريو راوي عمن شيخ بكورنا عاصره والله معاصره الله كل ما بكورنا حديث لم يسمع منه أنا كمغلن مهما أصيب ملسين سماعه إنه كمغل قائلا حال أوليه قال فلان أو عن فلان الأذات كسو استعماله مثل وتدليس الإسناد وربما وحال أركا لم يسقط إنه يرهدن راويق شيقه وشيقيس إنه يرهدن أو أسقط أوريه غيره شيقيس عظا هم بوريه ضعفا ضعيفا لأجل ضعف بوريه أو صغيرا أما أكيريه تحسينا أصوه قرحنا للحديث حديثك إنه قرحي أصوه لجيه أو في أريد صوابته إنه ضعفية أو شاقة أو ضعيفية أو حديث كقاطع أما هو كده أيره هو أصيبه كون أما شاقة سكده أير أو وحديث قف كير بو علم كقاطع إن اللي أنت دل دليل تسوق عري ما على بعض تدليس الشيوخ أو نوع هذا إن شيء إنه شاقة ما عوره هن يصفه عوره لغة المامه
تدليس الشيوخ وحبيب بأن يسمي وإنه ملعبوي شيخه شيخي أو يكنيه أما أكنيه أو ينسبه أما أنسبه أو يصفه أما أكتل مامه بما تلمان بكتل مامه لا يعرف أن لو أقولن شيخ تلمان ألو أقولن بصاري أو ضدك وكقرني ما عنا الحيد عن علماء وشر الأمواع وإنه أو شر بلا أو قفك بكقرية حالدي شيخ حالدي يصفه وحق أقولن بالله صاري. أما الأول حكم قول مرك هذا يوحي جناية قيبت كواب أو تدليس الإسناد كهذا حاول حكم كهذا فمكروه والله نعي جدا أدب الله نعي ذمه هو وحاء أكثر العلماء علماء بلان كود نواي عايان أو بلان أو حاوة كحل لرى شعب شيخ لرى شعب ابن حجاج إلى أكير لأن أزني إن زينستا أحب اللي يجع البنية هي أي حاجة من أن أدلس إن تدليسه بي إن زينستا اللي يجع البنية صيود إن حيرة أو مبالغة أو كحل لرى وهو كله يري التدليس أخو الكذب تدليس كواب بنت ولا الكيت أو بنت ولا دشة. ثم قال وحيلا من فريق قيب أو منهم علماء كمدة محدثين دي فوق هذا من قف كي عرف اللغو قرطو أو اللغو أغاب به تدليس كان قف كي اللغو أغاب صار وحوهان مجروحا من الله ضاوع مردود الرواية الرواية دي سنة العلية وإن بينا ولو بينا السماع سماع بها قوع الدائع أو سمعتها تهدو كوريو حديث كيسا مردود الرواية مقاني ما على بابا تدليس الشيوخ شيخي أو لتدليسيه وانصار شاقنا وحير مرك إمام النووي إمام النووي يصير صحيح تفصيل كل شيء وحير والصحيح يصير صحيح النووي وحير يصير صحيح التفصيل وإن لك الصاعه فما وحي الرواه وريه باللفظ أكوري اللفظ محتمل احتمال قلاي أو إنه كمغل إنه كمغل لفظي لو احتمال كالأكوري لم يبين لفظ ياسر لم يبين أول عدين فيه تحديث السماع سمعنكم عدين فمرسل مرسل بي الله كان مرسل خفي ولو قاضي وما وحي بينه أعدي فيه تحديث وحقو عدي كسمعت ذكوري وكلا يحدثنا يو أخبرنا وشبه يوحي لمده فمقبول وعلى أقبال محتج به وانا لحجيسني وفي الصحيحين وحاكسوا يو غيره ما غير كوبا وحاكسوا من هذا الضرب معا حديثا معا وحاكسوا كثير انبلا كقتابة يو الصفيانين يو غيرهم صفيانين كو صفيان ابن عيينة ابن عمر يو صفيان ابن سعيد لباس بأيغانا حيث ما ينتدليس لكن وحاكوبا صفيان ابن عيينة أصينا كما تدليسي إلا ثقات كما أغيه وهذا الحكم حكم كان أو إن لغا إن ضلابة أو إن لغا إن ضلابة جار وحقوص عن في من دلس عدي تدليس مرة هالمر عدي هالمر تدليس كان لأي مات يا حكم كان لغوذي أو لغا أو حديث توضى القادم وما كان وحي كسقنا في الصحيحين الصحيحين كي وشبها يوحي لمده أو عن المدلسين لغوري بعن عن لغوري محمول وحلو حنباري على ثبوت السماعي سماعين السقنا لغوري يا الله حنباري من جهة أخرى جهة كلا الله أعلم. هذا نوع عن أولى يا كوح تحفيز القرآن كصعوته وصوب نجد أنت قيبو علمك التجويد كصفات الحروف يا مخارجته أيها الناسود وادن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أساسيات الصفات. أساسيات الصفات. ما أقرب سمان. إيشاغا كوالا وين إيشاغا خا صاد ضاد ضا ضا عين قاف محلو جمعيا قصة لعظيم غد كوالا يري إيشاغا با تا ثا جيم حا ذال ذي سين شين عين فا كاف ميم واو ها يا حروف القلقلة ميقاوي إيشاغ با جيم ذال ط قاف محلو جمعية أبد جد حروف تحروف المقطعات سورة بالله وقضى دعي ما قاوي تغني أفر حرفات إيشاغ ليف ها يا ضو ها را نون قاف صاد عين سين لام كاف ما قاوي قاب سمان تدح مالون
إيشاغا كوال لجيدة يا كوال لغا لجيدة يا كوال لح لجيدة كوال لجيدة إيشاغا حليف كوال لغا لجيدة إيشاغا حا يا ضا ها را محلو جمعية حي ضهورة كوال لح لجيدة إيشاغا نون قاف صاد عين سين لام كاف ميم محلو جمعية عسى عسى لكم كل قد محلو جمعية سلو سحيرا من قدعك الودود كرديق لجيدي ألف كاداشي حرف حركة سنكدة وإمادي قد لجيدي واو كاداشي حرف حركة سنكدة وإمادي حصديق لجيدي يا كدارتي حرف حركة سنكدة وإمادي متك وامتك مد طبيعي ميقى لجيدي كرديق لجيدي ألف كاداشي همزة ديرت كدا وإماتي قد لجيدي واو كاداشي همزة ديرت كدا وإماتي حصديق لجيدي يا كدارتي همزة ديرت كدا وإماتي متك وامتك مد لازم منفصل ميقى لجيدي كرديق لجيدي ألف كاداشي همزة جامنات كدوا إماتي قد لجيدي واو كاداشي همزة جامنات كدوا إماتي حصديق لجيدي يا كدالتي همزة جامنات كدوا إماتي متك وامتك ميقى لجيدي كرديق لجيدي ألف كاداشي حرف شيطان كدوا إمادي قد لجيدي واو كاداشي حرف شيطان كدوا إمادي متك وامتك مد اللازم ميقى لجيدي كرديق لجيدي ألف كاداشي حرف ريبان كدوا إمادي قد لجيدي واو كاداشي حرف ريبان كدوا إمادي حصديق لجيدي يا كدالتي حرف ريبان كدوا إمادي متك وامتك مد العالي السكون ميقى لجيدة همزة كرديق لجيدي ألف كاداشي حرف حركة سنكدوا إمادي همزة قدون ولجيدي واو كاداشي حرف حركة سنكدوا إمادي همزة أصدقون ولجيدي يا كدارتي حرف حركة سنكدوا إمادي متك وامتك مد البدل ميقى لجيدي لابا حقاب لجيدي حرف حركة سنكدوا إمادي متك وامتك سرة الصقرة ميقى لجيدي لابا هجاب لجيدي همزة كدرتي حرف حركة سنكدة وإمادي متك وامتك مد السيرة الكبرى ميقى لجيدي أفر أبدو ما سيهين عرور تاسير يركا سيدة قرحان أصوى بندقاي قيب تاسكم بدا علمي وتجويدك وحكينا أي إن أي بطان كتب تعرضي الوصمين أيو وحكينا أيو قيبها كلا الدوان وككوبية مركزك ان هذا وحاو يرى ان شاء الله تعالى شعيب عرب تفسير القران اخر الدوره سكنه فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد ان شاء الله تعالى حنفسر لنا تفسير القران الكريم سوره كمده. ان شاء الله تعالى سوره انفسر لنا انت حنقول انت ايضا كمود جاري انما قار كمده سوره انفسر لنا سورة سورة الطلاق سورة ده دان كبحنا أيضا كومان دان سي أغاها دلنا حق عدد القرآن كا سورة ده حوي سورة ده لحظة نشانات ما يعيانو حالي ده سورة الطلاق أو لفظة أهر يا أيها النبي ده طلقتم النساء أي كوما عامنتاي قرآن كا مركا إيقو سودة عليه السلام لهم الأم جوي مكة المكرمة هي مدينة المنورة سورة ده مركا حكمة تاي سورة ده كو سودة مدينة المنورة آيات كذا ترى وحوي اللي بيتونا أيضا صورة مركب حكا هذا الشيء حوا هذا الشيء يصير صورة لها مدينة واحد لين إن كان لان أحكام التشريع سي صورة مدينة مدينة واحد لان سي أكل عبادات كه يا معاملة على إيو أدومي يسود حيصة أما أدومها أيك ود حيص سي أكل أخلاق إيك هذا لان صورة هاس
تربية أي كهذلان توجيه أي كهذلان سورة المركب وحي كعام بحذي حالها قوسك آه طلاقة طلاقة مركا علماء الله وقيمهم سنة يبدعي مركا سورة وحي كهذا الشيء طلاق سنة جها وإن كان الطلاق أبغض الحلال إلى الله طلاق هبأ هذا بو وحي الله مرتاح على شيء إلى حق يسلون عبدين لكن دي له فرصة وهي وماذا مركا طلاق ماشي دوسا قالوا الرماء يا كذلنا يان أو إيكم تاي عددي نفقة يو جوري مرتا حاس إجل فورا يكو عدد ترسطه هدو ماشى أولاد ير إجرانه أو بحنا نأكل النجمي الربع وحيلها أكل صورد وكذا شيء بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ هذه الصورة صورد أنا أيده حنكو بالله بسم الله ما علمنا على سك شديسة علي الرحمن نحرز جود هن نحرزنا أي أو دوم بيسون نحرزنا قال يا مسلم باي قدني للجوه علي الرحيم نحرز قار هن نحرزنا أي أو دوم بيس مؤمنين تأه معنات قيامة أرتاي كلي كلي ودون حارسن دانا قال وي في سورة الأحزاب وكان بالمؤمنين الرحيمة قال تعالى يا أيها النبي النبي الله إذا طلقتم إذا أردتم ذات مركا دونتان طلاق النساء وين كفرتان كوضة فطلقوهن فرها وينك لعدتهن لاستقبال عدتهن عدد قابل كذا كفر أيكو عدد قابل أيان واحصوا كوبا العدة عددنا كوبا وتريا واتقوا الله لكبق ربكم ربيناها لا تخرجوهن هكسارين هوينكي من بيوتهن قريهوذي ايكا بيحن ايكا لوفرة هكسارين او هدهن مارتا اي مربحة دان كفرة قريه ايداف ولا يخرجن ايكا نيسن بيحن هوينكي إلا ياتين اني اللي ماذان موغي بفاحشة حمان مبينة اسكعت وتلك تاس بير اللي حدود الله اللي حدوده سي سوذمه سوي وموقفكي يتعدى تلاب او قد بحدود الله اللي حدوده سه فقد وقع حقيقه ظلام انه ظلمي نفسه ونفتي سقفك اسغه لا تدري موجود ولا لا لعل الله لو حمودن يحي يحدث انه سو دريو بعد ذلك فرتان كاسغه كدب امرا ترك انه سو دجي او رجعيه ان اسلامته لو سميه او سو عيشده فاذا بلغنا هذه كدودان بور الله وينكي اجلهن اجشودي فامسكوهن هيست بمعروف سواناك او هيست او فارقوهن مسيدا بمعروف سواناك واشهدوا مرقاتي قليا ذوي عدل عدالة له صاحب ومنكم منيها نقمت اه ايقا سعشان يسين يا الله مرقاتي قلنا يا واقيموا توسية ولا لا الشهادة مرقاتي لله الا درتي توسية ذلكم كاس يعذو لواني به اسايا منقف بلوانيني كان اه يؤمن متر ما يسم بالله الا اي واليوم الاخر ما ننت الدنباء قيامها ومن يتق الله الا قف كبق يجعل حويل له قفك الا مخرجا مخرج ماله كبح ويرزقه ويرزاق الله قفك من حيث ملبك إرزاق لا يحتسب أسوح كملنين ومقفك يتوكلت لسارت على الله ألا دشيسه هو ألا حسبه وكفنيه إن الله ألا بالغ أمره أمر كي سمده حال ديري هيوي قدوى حقيقة جعل الله ألا إنو يالي لكل شيء شيكستا قدرا قدر إجانقو إنو يالا والله دمر كي يئسنا كقوستي من المحيض هاوينكي حيثكي ومن نسائكم هاوينكي نكمته إن ارتبتم هداد كشاكيسين فعدتهن عدده ذهوين كثلاثة أشهر سدح بلودويو والله كوي لم يحضن أحد من أيكنا وأسدو أقول سدح بلود ترسنايا مركز أورد ماشن أيضا هذا عدد قار كمد أي شاكتي أو أه هوين أو سدح نوعه ميد مارتاي راد أولي أنجرن أو صغيرة هاد يمد كويناتي يمد ولي قيد بوكردعين كوا أيكا عدده ذهوين على ثلاثة أشهر سدح بلود ولا طول أحمال أورك كو صاحبك هان أجلهن أجشود وحاويو أن يضعن إني دجيان حملهن أورك ذوي هوين كان تنا أيضا وحاويو سلانتي أما لغات انتي أما لفوري أيضا أور إه تا أيضا ألو حيري عدد وحاوي حمل الوضع أو إلمها أورك كو ذو إني دجيس ومن يتق الله ألا قفك غبقه يجعل له ألو حيري قفك أسكى من أمره تلذي صورا يسرا فضيت ذلك كاس بر الله أمر الله ألا تلذي سويه أنزله ودجي إليكم إنك إذن كسو دجي ومقفك يتق الله ألا كبقه يكفر حواصر عنه حقي سيئاتي حمايا الكيسي ويعظم حوين له أسجى أجرا أبا القد بالله توفيق هذه آد أي أمها السنية هاي أردق أسنو أخرية تفسير كا قيب كمل سورة الطلاق معتك دار العلوم وحولي أي قيب لو طلق اللغة العربية أصوى سي قود أي دروس تي علمي كسو عدى لغة عربية أي تهي
هذا هو اللي هي قريب لو تلاقي لغة عربية كليح أو مالينكا إن خميس تا إن لبحيو هي جمعة مالينكا خميس تا يا مالينكا جمعة الله تلاقي دتك أنت كلا شقيه أم مشغول سن إن كفا إيريستان مركه هذا وحنا هذا نحن كلغة إن وحنا ويرى يا كوح آخرنا يسو لامية الأفعال في علم الصرف وحين كسر عن قريب تا تأهيل العلماء قيبت الله وطلق قلي ديارين تعلم له وكم إذا قيبها معدك أيك صعوا عرضها قال الإمام جمال الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي رحمه الله تعالى في كتابه لامية الأفعال الحمد لله لا أبغي به بدلا حمدا يبال من رضوانه الأملا ثم الصلاة على خير الورى وعلى سادتنا آله وصحبه الفضلاء وبعد فالفعل من يحكي تصرفه يعز من اللغة الأبواب والسبل لكن من محيطا بالمهم وقال يحوي تفاصيل من يستحضر الجملاء باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه بفعل الفعل ذو التجريد أو فعل يأتي ومكسور عين أو على فعل وضم ميم فعل الزم في المضارع وافتح موضع الكسر في المبني من فعل وجهان فيه من السم وغير توحير تنعم بئيس تايا استولي بيس وهلا أفردي كسر فيما من وريث وولي ورم وريع تاوى مقتمع وفي اقتحلا اقتمع وري المقحها وأديم كسر لعين مضارعي لفعلا ذا الواو فاء أو إلا عينا أو كأتا كذا المضاعف لازما كحن نقلا ضم عينا معده ويندر دا كسر كما لازم ذا الضمن احتملا فذو التعدي بكسر حبه وعذا وجهين هر وشد عله عللا وبت قاضعا ونم وضمن مع اللزوم في مرور به وجل مثل جلا بت وأج كرهم به وعم زام ما وسح من لا أيد ملا وألا اللام عو صرخ شك أب وشاد عدا شق غشغل أيد خلا وغش قوم عليه الليل جن ورش المزن طاش وثل أسله ثللا عراس قال دم خب الحسان والناب تنكن ناقل وعست ناقة بخلا رصد حادت وثرت جد من عملا ترت وطارت ودرت جم شابغسا لن عن نفاحد وشد شحئي بخلا آدي آد أيهم هسيهين أرضي راس نواخي السيل لامية الأفعال للإمام ابن مالك رحمة الله عليه نهدنا وحان راعنينا سؤالك سابسا علم الصرفقة أو أي سوجين دونان كوح أرض هذا كم ذا تسود وادينا مجموعة راس بسم الله الحمد لله بين السعين على أمور الدنيا ودين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين إن شاء الله حصوبا إدوانا أسئلك سابسا علم الصرفقة انت أقول قلين أسئلة أيضا إن شاء الله رعير أم مقدمة ير يعني كسو بيننا إن شاء الله علمي صرفي حافي عنا قالنا صورير أوكو أنا صو قابنا علمي صرفي سببت لو بحي صرف محيطاي حتى كيسنع اللغة نع سلاحة محلير هذا علمي صرفي محوكها الله علمي صرفي برشي سغالي لي محيطاي إنه برتحوكم كذا محيطاي واضيع هو ردجي يوي علمي صرفي حلو بحي صرفي لما فيه من تصريفات وحكوس وان وأسوق الحجيرة وقد قدوني هذا سهل أوكله كتب وفعل ماضي يكتب فعل مضارع اكتب فعل الامر كاتب اسم فاعل مكتوب اسم مفعول كتابه ومصدر قد دون كلمه لو بخي صرف لو بخي
علم أسرع حد كيس نعلو غض علم حلا التغيير والتحويل وحين لو رجيو ولا بدال الله تصلى دخله الله سبحانه وتعالى هو كله قرآن كيسه كذلك نصرف الآيات سأقول أود قدينا آياتك نعس لها هلودي نعس لها هاليرة أصول القواعد اللي برتو أصول شو القواعد أصول وبرأي كلمات كعربي قصي غض ذي حواش غض أنا أهين إعراب يبين أنكو سابسنين أنا إعراب يبين الحركة عشان نحول صرف وحش غو كله مالها علم صرف حكاه الله سيسو علم صرف حكاه الله لو كاه الله أسماء ذا معرف كأه يفعاش متصرف كيتصرفان صدح أنك ما هلا أسماء ذا مبني كأه أفعاش جامد كأه يحرف رمانتو أيك مبني معه وكيو كلها محمد بن مالك وكلها خلا سديسة حرف وشبه من الصرف بري وما سواه ما بتصريف حري حرف يوحش بها أو اسمه وغاروش بهاي صرف بري وكيف ما هلا وحال الله كسهرة أنا اسم شبين حرفنا أنا حرف أنا شبين اسمنا أنا هين صرفي حقوقه يوكه الله علم صرفي برشي غير ليلي محيط إنه برت غير ليلي يحاوي يعني عرب كلي إلى خطأ يقف كلي إلى عليه قلبي ينلوس حصيلة معاني كل دوان سوق أفضل بصاحة أولها علم صرفي إنه برتحون كهذا محيط جهك أستو إنه برت مقفه كي قانه وواجب كفاية وقف أقف ودك برت ذكر وكذا عيساوي سانا لكن قف كأخرنا تفسيرك أما حديث آخرنا يا إنه علم وقانا صرفية واجب عينه يكوت وأقولها إمام أسمع يقولها طالب علم يا أنا أقارن صرفية إن حدا أقارن حن أوبق إنه صوق له حديث نبي يقولها من كذب علي متعمدا فلا تبوا مقعده من النار أنا قف يدو صرف وقارن نحودا وقارن أعد أعد تفسيرك يا حديثك سيلر معني لا غير مكيني كرا علم صرفي واضع ولا يدجيوها حواي معاذ ابن مسلم الهراء وعرضوها وتلمذها شيخ أهري يدجي نحوذه اللي جرى أبو الأسد الدؤالي مكان أنت وهرب عيارة مقدمة أنك سبيني علم صرفي أنك قارن نسور جود هذه أسئلة دي ما سؤال كوات وسيطة فعل كماضي مجرد كأه حانوش اكتا اقسام تيسا يا قيب كاستو يوزن كيلا بسم الله الرحمن الرحيم السؤالش السبب كنت امي بيدي لكي ترى وحاوي فعل كماضي مجرد كيه وهو قرسما اقسام تيسا وهو قرسما تباعي لفلات مجرد تباعي هنوزن بولي وفعلا ثلاث هنو بولي هاي ستة حوزن وفعل يفعل وحكى رئيسة فعل مضارع هذا وزن كل معنى قياسي شاذ يشد حيل هذا شاذ كأسه قيبيه سه هذا نرى عن استصالة مثال فعل حكومة وزن كل قياسي وحاول يفعل بين محمد مالك يميت الحال وقت الموضع عن كسر المدينة وفعل وليه مركة فعلية وحق ياس أوكين طايف عرب أوكين فعلية شرق مراها لكن شاد بلاي رهي شاد كده روح كرسماء شاد مخدئة ويفعيل بحكومة هذا قياس الحكومة هاي يشاد بلوشي وحكومة هذا قياس كان حكومة هذا روح الحكومة هذا يفعيل داني تالي فعل كحسيمة أوكال وحاول الحكومة هاي بلوشي بجرة يحصل الحكومة يحسن الحكومة هذه معركة من مجرد محلين جري قياس شاد محد وحاوي وريم أوكال ياري موقع يقوم معنا سؤال كهلا نورا عيني هاوي فعلك هذه لغة لسه غلط مفاخر وانا قال حرف حلقي يا حقلسين سؤال شاس فعلك هذه معركة يقوم معنا غلط مفاخر يا حرف حلقة هذه الكلمة وحنا مرتين كسر شغلة خلافة كجدا جمهور وحصول على سن كسائي مركي كسائي أسوي بريئة وعلى عصي حرف حلقاتها حسين أو عين توالفرقي جمهور أيضا بريئة وعلى كل عين توالفرقي أو الغني مثل سنة في الدريشنية سنة نوم كسائي وكل الدريشنية عقل الدريشنية وبريئة
سؤال لوات حنوشكتا فعل أقسام تير بسم الله سؤال شكتا نجارو وعلم ركوبة الغاقش انتا فرقير ركوبة نوع يقصر نوع يضم نوع يفتح نوع يجوز فيه الوجهان نوع يقصر بأصي غير سمع شرغير معتر الفاء بالواو سيدا وجبة معتر الفاء بالياء سيدا يسر معتر الله بالياء سيدا أتى معتر العين بالياء سيدا باع يمضعف لازمه سيدا كحنة طالة مثال كذا سؤالك الهوي فعل كماضي مجرد كمزيد فيه وزانت قياسي ولا نشك فعل كماضي في ثلاثي هل حرف دي المزيا اليوم وليها صدح وزن وقياسه صدح وزن هوي افعل فاعل فعل فعل كماضي في ثلاثي في المزيا دي راح حرف دي ترى الخماسي وليها شم وزن وقياسه وحوي إن فعل افتعل فعل تفاعل تفعل فعل كماضي الثلاثي الجزء الذي صدى حرف أو مثل كيسة وحوليها أفر وزن وقياسة وحوي أفر توزن استفعل افعل افعوعل افعوعل سؤال شديد هاوي حنوشكتا فعل كماضي مع العارض كأه إنه غل حركة إيه شرط يقرب بسم الله سؤالش عن جاك جاو إيه كأسوب دولي هاي فضو شرطي كقواد هاوي أن يكون الفعل ماضيا مجردا ثلاثيا معتبر العين صحيح اللام قابل للإعلان اتصل به أحد الضميرين حكى لنا رعيسة فعل كنتم إيه نوع علال بسم الله فعل كنتم أسر كيس وفوها كونا قاعدة على تحرك حرف علة وانفتح ما قبله غلبت العلة ألفا فصارت كان ما كي كان نقطه هل لحري ضمير رفع متحرك أو فعله فرقاز الحين نقطه كانتم فالتقى ساكنان هكذا التقى الساكنين التقى الساكنين كانوا بليه قواعد في قانون وهو إن الواس حرف وصحيح وكان حدعه أم لا حرف علئين وكان حدعه أم حرف صحيح إي حرف علئين وكان حدعه هدو الله حرف صحيح كان حدعه كان هرئين لك سريعا بضن هدو الله حرف علئين وكان حدعانه متك الله متك مزيئ بضن إلى لدينا هدو صحيح إي حرف علئين وكان حدعانه حرف علئين إلى بنا أدوان مثال كينا أو كانتم وكان حدعه حرف علّة إيه حرف صحيح حرف علّة ونقول إنا أو ألف إيه ونحسب الحين قم كمتم فحصل الجهل ما وحاد عاي جهلي أو لغا جهل نقضي فعل كموزن كيس مفعولا مفعلا وزن كيس على جهل نقضي فرقا هنزمين إنا عين كي أنقول حركة ذلك إنا أضامينا حركة العين تنصى على دعاء إيه فتحه مرة فتحة إنك إلا غرق هذي مجل غرق فتحة للغاية ويجب ان يكون هناك من 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 ي
يكون فمن بعد مجانسة تلك العين منتقلا. جزاكم الله خيرا. أبيات وما سن أرداس ما شاء الله. دمان وحنو ما هذا علينا أرداس سيدا قرب حبلا أصاب النكتي برنامج تاس وصور لواني قبل قبل أيام قصص عنا هذا نوع عن ويا الربع شيخ حسن بيجمان وكم إذا أرضي تخرجتي سنة كهرة ودفع هذه اللبات شيخ حسن بيجمان لما ذلك ويجرنا يان رنتي وانين أضيع أو أصو أضيع أيوب بالله وحبر الشدة الدينية سيف يعني أبو دلاله أول لو قصر شقي دورده وحبر الشدة مادية هذا وحو كتخرجي معك دار العلوم كورنا قرآن كأيو صاحب ذي مركز شيخ خليل كنت وانين آد أدد البدن أو دينت آد أجعل مركا وحارنا إنو سوجي ذي كلمة مركز سودة وشا حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أكرم العلم وأهله وخصهم بمزيد من الفضل والمنة وجعل منزلتهم رفيعة عالية والصلاة والسلام على نبي الرحمة صاحب الحجة الخالدة والملة الباقية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه البررة. أما بعد فيا أيها الحفل الميمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما أنا أخوكم حسن الشيخ علي المعروف ببيجمان خادم الإسلام ومبلغ رسالات الله أمليت في السنوات الخمس الأخيرة في مركز دار العلوم التعليمي، تعلمت خلالها اللغة العربية وكثيرا من المتون الشرعية لا لغرض الحصول على شهادة أو الوصول إلى وظيفة لكن لتحصيل العلم الشرعية من منابعه السافية ومصادره موثوقة. إن عزيمتي على طلب العلم قوية ما دام العمر بقية وأسأل الله أن يعينني على إخلاص النية. رسالتي إلى كبار السنة لا تتذرعوا بتقدم العمر فإن ذلك ليس عائقا على طلب العلم وتحصيله، بدليل أن كثيرا من الصحابة رضوان الله عليهم الكرام أسلموا وهم كبار ولم يمنعهم ذلك من حفظ القرآن. والمركز دار العلوم خبير في تعليم الكبار ويرحبهم بأيد مفتوحة. والآن أشكر أسرة دار العلوم وعلى رئيسهم الوالد الشيخ الدكتور عبد الرحمن ورديري، كما قال الرسول خير الناس أنفعهم للناس. وأريد أن ألغي يعني بس بيدي يعني من بوسري، بيدا من بوسري يعني كما قال يعني إذا بتوا ليتمه مرلعات قلنا ما في اليتيم عنا غناء، فأتته من آل سعد فتاة قد أبتها لفقرها الرضعاء، وإذا سخر الإناس وإذا سخر الإله أناسا لسعيد فإنهم سعداء. الشيخ يعني سعيد وكذلك يعني أهل جارسه يعني أسعد يعني الله يبارك فيهم. وأشكر جميع هيئة التدريس تدريس الدين أناروا لنا الطريق فجزاهم الله عنا خير الجزاء. وأخيرا الشكر والتقدير لزملائي ورفقائي في الفصل وجميع طلاب المركز وأهنئ المتخرجين والمتخرجات وأحثهم على طلب العلم والمصابرة على تحصيله فإن العلم لا ينال براحة الجسد. وأخيرا أيضا أحرص على ما ينفعك واتق الله ولا تعجز. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير الجزاء. جزاه الله خيرا وأحسن إليه أدو ما سنيا شيخ حسن بيجمان رنتي وأرضي مباركة دار العلوم لمددير سوجوغي شانسان أيكو سوقاتي وكسوا بالله بي معدك اللغة العربية وحوكتها خروجي قيبتي ثانوية
مانتا ان شاء الله تعالى شهادتي سي ايا لقدوسين دونا انا غير الهي سبحانه وتعالى وحوي دينينا انه الهي نيديسا خير وغدغو هذا هو جامعة أمة أيو قلي رنتي دال أدو فربان أيو ولا هذا هو حلو يرينا قبل أيام سوغارني أردي أخرنا أيو نظم العمريطي أردي غاسة سودة وهذا وكوح وهي مجموعة يا أخرنا يسو نظم العمريطي سودة وهذا أهلا وسهلا برحمة الله تعالى الحمد لله الذي قد وفق للعلم خير خالقه وللتقى حتى نحت قلوبهم لنحوه فمن عظيم شأنه لم تحوه فأشربت معنى ضمير الشان فعربت في الحال بلا الحال ما الصلاة مع سلام اللائق على النبي أفصح الخلائق محمد والآل والأصحاب من أتقن القرآن بالعرب وبعد فاعلم أنه لمغتصر دل على الكلام المغتصر فكان مطلوبا نشد طلبي من الورى حفظ اللسان العربي كي يفهموا معاني القرآن وسنة الدقيقة المعاني ونحو أولى أولا أن يعلم إذ الكلام دونه لا يفهم وكان خير كتبه الصغيرة كراسة اللطيفة الشهيرة في عربها وعوج مها الرومي ألفها الحبر ابن الأجرومي وتافعت أدلة بعلمها مع ما تراه من لطيف حجمها نظمتها نظما بديع مقتدي بالأصل في تغريبه للمبتدي وقد حدثت منه مع الغنى وزدته فرائدا بالغنى متمما لغاية الأبواب يا مثل الشرح للكتاب سئلت فيه من صديق صادقي فهم قول لاعتقاد واثقي إذ الفتى حسب اعتقاده رفيع وكل من لم يعتقد لم ينتفي فنسأل المنان أن يجيرنا من الرياء مضاعفا أجورنا وأن يكون نافعا بعلمه من اهتدى بغيظه وفهمه باب الكلام كلامهم لفظ مفيد مسند والكلمات لفظ مفيد المفرد الاسم وفعل ثم حرف تقسيم هذه ثلاثها هي الكريم والقول لفظ قد افاد مطلقا كقم قد وان زيدا ارتقى فالاسم بالتنوين والخفض عريف وحرف خفض وبلام واليف معروف بحفظ السين وتاي تاريذي مع التسكين وتابع التمر من كجيتلي ونوني ونها في فعلنا وفعلي والحرف لم يصلح له علامة إلا انتفاع قبوله علامة باب الإعراب إعرابهم تغيير آخر الكلم تقديرا أولى الضال لعامل عليم أقسامه أربعة فلتعتبر رفع ونصب وكذا جزم وجر والكل غير الجزم في الأصماء يقع وكلها في الفعل والخفض امتنع وسائر الأسماء حيث لا شباب قربها من الحروف معربة وغير ذي الأسماء مبني خلا مضارع من كل نون قد خلا باب علامات الإعراب للرفع منها ضمة واو الناليف كذاك نون ثابت لا منحذف فالضم في اسم مفرد كأحمد ودمع تكسير كجاء العبدي ودمع تأييد كمسلمات وكل فعل معرب كياتي والواو في جمع الذكور الصالم كصالحونه مول المكارم كما تسفي الخمسة الأسماء وهي التي تأتي على الولاء أبو النخ حمون وفوك ذو جرى كل مضافا مفردا مكبرا وفي المثنى نحو زيدان الأليف وكنون والبضارع الذي عريف يفعلان أنتما ويفعلان
يفعلون تفعلون معهما اشتهرت بالخمسة الأفعال. ما شاء الله أبي أباسيهن أرضي داسي سيدا قريحة بلان صوب من دقائي كتاب كاس نظم الأجرومية هذا لو حان ويرا يا كوح صوب من دقائي دونتو حكمة أيكو صوب من دقائيان لهجات كلا دوان كوح دا أرضي داسي ويرا يا إني صوهر مران أصوه دردقينو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نريد أن نلقي إليكم بعض الحكم اليوم باللغات المختلفة. حكم اليوم: أفضل القلوب قلب لا يعرف إلا الصدق، وأفضل الناس شخص لا ينساك مع الأيام، وأفضل العطاء دعاء يرفع لك وأنت لا تعلم. بسم الله. وحن دونينا لوقات كرددون إنا كسو جايدنا حكمة مالنتا قلوبت من دوغو فضلق بغان وقلبان قرنينين إلا رمت موينا وحكا له تدك مدكو فضلق بغان ومدكا كهلمامين المعلماء دحوظة سيسمتا وغو فضلق بغان ودعاك كوريا ليسا أدقى أن أغين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولان فضل دانا جايد حكمة جايد Today's wisdom, the best heart, a heart that only knows honest, best people, someone who will never forget and you and your own kind, best giving, a subjugation is ready for you and you don't know it. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Allah. Uruf tu antir tu wa qalbi, qalbi sun kambir tu wa'ale. Nam kaya khulda qa kassinir rafa maradu. Kenni tu antir tu khulda qa wadu adubat ta tadirin bih. وأرقى الناس هو أقلهم حديثا عن الناس، وأنقى الناس هو أحسنهم ظنا بالناس، وأتقى الناس هو أكثرهم سعيا في خدمة الناس. ددك متكو سر ومتكو شاكير ددك دحوة ددك متكو قلب رنسان وقلب دارسان ومتكو ملفي عن ددك دحوة ددك متكو على عبس قبلا ومتكو بلن شقوة لقبت الدر إلهي. لا تشتكي من الأيام فليس لها بديل، ولا تحزن على الدنيا ما دام آخرها رحيل. maalmaha ka sheegayna wax bedel ama ahaanin dhaxdooda ha ku murgoonana dunyada dusheeda maadaama aqirkeedu yahay mid laga tagayo. وجعل ثقتك بالله ليس لها مثيل. كل سوليا وحد كي شاء الله درتيها كيل ان احد تصالح. كل سوليا 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 ك
kizazi cha mwisho na muwe wenye kumwogopa Mwenyezi Mungu maana hakuna mwingine. And the make fear of God like no other. وعيشها في شكري تجد كل ما فيها جميل. وعد كلمة ولا تاما أدنق وذولي ساوح والباء لحظة داء هذي أيوة قروح سن. أدنين تاتي شكري إليك نورو أدنين تاتي شكري إليك نورو أدنين تاتي ولا الكلاس شيكا صغير إيشي بشكرا شكرموت وزيكو ناكيدا كي تجوي لك نزولي. Everything is beautiful. أبو ماسين أردواز جزاهم الله خيرا تاسو عكا ديغان تهي مركز دار العلوم إلي دمان برشادة قيبية كالدوان أي دكتان مركز شيخ عبد الرحمن مادوكس الوين الشيخ فضل. بسم الله الرحمن الرحيم شيخ يعني شيخ محمد عبده حفظه الله ودقرنا إيسان دعوضا مجرد قارس أكون نالون إيسو gaadhay shucaaceeda iyo iftiinkeeda iyo nuurkeeda East Africa meel walba balse dibadaha meel walba oo Soomaali degto dacwadan salafiga ala minhaji as-salaf as-salih ala kitaab wa sunnah sheekhani asaaska iyo u aha muassiska ayaan rajooga sheekhu ilaahi umri buusiyay waxaan ilaahay uga baryaynaa umri dheer iyo cibaado suuban iyo amal wanaagsan iyo khaatimo wanaagsan runtii kalsoonida dheer ee uu noo qabo iyo jaceelka uu jecel yahay dacwada iyo ehelkeeda ayaa keentay meeshan inuu maanta imaado wa ilaa dadka asaga la midka ahaa way ku adag tahay inay intaa fadhiyaan marka sheekha jazaallahu khayran waxaan rabnaa inaan kelimadiisa siino kadibna aan fasaxno intaa ka badan ma hayn karo culayskaas ma saari karo marka kelimadu siinayna dardaarana iyo ducaa kadibna waan sii deynaa sheekh waan fasaxaynaa حفلتيننا وينيسي سعان دونتا مركو الشيخ ماشا كبحانا وحا كرسي الشيخ كوريجي وصونا علماء يعني مشايخ دموها المؤسسين تها الشيخ عبد الله عثمان بولي هي نوجوغا هي مشايخ ديني كاري لما انتي وانا سنتي نجيسي وانا سنتي صبرك في عام هو شيء ناكاسي ناس سعان اذا الشيخ مكوري جنايا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيدة أرميشن إغم وغساء واحد أباهنتين وعلمها مجرى مده كره لكن العلم بغن كوان وحكوه هاي وكوان وحكوه هاي يا ميشن يا روها يستعى يقول ويمنا أولا قارينا وهي وحي إذن قاشتيينا وأنتظر إذنك إذنك هذا الشيء أجنبي ملكة لكيمة معها سوصات معها ملكة هذا وحامنا هذا إذنك وحوذي المعلمين سهاها دلالك الوذين دلال والسيكر ليا إلهي إذنك سأجرينا كل الله والعبي أيون نقونا يا محيري أنت علمي إماشنا لله هذي ee dadka u sheegtay nooc u yahayba ajribaad ka helaysaan marka dadkiina kalo muxuu ahaa waxbarashada u joogo idina waxbarashadiini ku dadaala waqtiga maanta la joogo wuxuu u eg yahay adduunkii oo sii dhammaanaya tacliintii diintii oo sii yaraanaysa yuu u eg yahay kii tacliintii madaniga ahayd ama xagga gaalnimada ahayd oo oo sii badanaysana waa ka muuqataa marka dadki wax badanayo khaasimada allah inoo wada suubiyee waa inaad dadaashaan diintiinaad ku dadaashaan waxbarashadeedaad ku dadaashaan camalkeedaad ku dadaashaan waxbarashada waxaa saddex qodob yay ka kooban tahay saddexdaa qodob waxa weeyaan qur-aankii oo marka hore lafdigiisa la xifdiyo la barto laba macnihiisa oo la barto saddex camalkii muxuu ahaa laga kartay meeshana lagu dhaqo saddexdaa markii la helo ninkaa isaga ah waxaa lagu tilmaami karaa ehlujanno inuu yahay cabdullaahi ibnu mascuud radiallahu canhu ayaa wuxuu odhan jiray markii toban u yimaado toban aayadood tobankaan xifdin jirinay lafdigooda haddana macnahoodaan xifdin jirinay haddana waa ku dhaqan galin jirinay
مركا كبعد ما زيادة دون جيني مركا وحادنا لوكتين عبد الله يسيرا ويلين وينبيه صلى الله عليه وسلم ويرزقنا لأنه قرآن ومن أول إلى آخر يطبقي كسوتيس مركا نكي جنة دون يو جنة نكي دون يو عمر فلك كزل القرآن هكو قامي القرآن ماشو كودي ذي كجوسو ماشو كو قامي ينمر وحان يلنا وانت عدير إسلام إيه وحاجر إيمان أما مؤمن إيه مسلم باجرة ولا يلا أدبى محوها يلو يقانا ذاتك وليبا شيخيان الذين هو قامي وكوي هوشا سيدة قولي وبرتك مسلم كو أعماش الموقسة وسيدة الصلاة وسيدة الصوم وسيدة الصدقة وسيدة الحج أعماش الموقسة ذاتك السمية مسلمين وي مسلمين يا الله يا محايل وارد عركة ذاتك مؤمن كان وحا أستاذ إيه هاي أستمعين هاي وإن قلب جيسي وكوي ياهي وإن قلب جيسي ورميسين ياهي وإن قلب جيسي وقول ياهي وإن قلب أوديو إنه كبه ذو القرآن كا أما عمل كا صالحة الروحة وهايو إنه قرمه وإن أوديو قلبك مركز المؤمن يظاهر يباد ما نقول هذا القرآن كبحيثي قالت العذاب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبك وهذا وفير وحيلا أن ركب يديها وصوم مسلم المدينة يا ذاتك وحي ظاهرك كقدر مدير صلاتي أذانك مجلس قولة سوى كذا وكذا دول صومك هيا شيء لكن كوني يا هذا لك كم وقضى ومن كان عبعين جاهلي آه ملكا ساعة آيات وحسيرة رباده وحيدهن والمسلم هذا مبدا آمنا إلهي ورميني بينهم نبقى وحلوين قل وحاصرة لم تؤمنوا ميلا رمين ولكن قولوا لها أسلمنا وأنه قانس النبي ظاهرك ولما يدخل الإيمان إيمانك مجل في قلوبكم قلوبتين ملك ولا ليارو صومالي هدارنا يا أدبانو أودنا على قرآن كبير الشديثة وحيالي وحداتك ستأدون كصلاعاتك مال أنا ماشي مسابقة قرآن الوسطى حتى مالكا حتى مالك الثوى وحا قاسا وحويان صومالي قاسا أدبنا ماشي مسابقة ذي هيا شيء دقا وحدة إلى مجره وأم أفضي ورس كبرتي تانا أدونك وغيرها بتبالي إنك وسيسو ورفاقية ليقارة مالكارة أولادارة أردارة لو نبت قليل لكن آخر ما هي آخر ما هي أولادة آخر ما هي أولادة وإنه إنه قامية ماشي نودي أن كجرسنه ماشي نمريانا أن مر قرآنك إيه حديثك أوه فسر كي قرآنك قرآنك مثل كيسا مالك فيه ما أنت وحد هاي سلطان شاه عبد الرحمن ربن يا سلطان ومحدث كما قال له محدث كما قال لنا أن كنا له أماكن ودنبا نك أحاديثه وها وصر يويه سبحان ما قال تضرب يا كتاب هذا قريلا بس تضرب أنت بخاري بواقريا مسلم بواقريا هام وضع بواقريا ونك حديثك وها سكي ودنبا نكرا سبحان ما قالنا عبد الله بورا إذن جوه سلانا وشقيها ووين كمذا وليبا علمك إيو دقنانت إيو هذا بأنه وحشي قوان أكسن والله على يارو صومالي هدانا عن جنة دون هينو قرانكو هينو هقاميو هين فريسيو هين كعيو هين وكا هذا ليس إسكان نقصو أفكا مري يا وحبائنا قال لي ماني أهالي هذا الكي وحن كسو كومي وحبالان بها الحضلين شيخين ويدا بيانا ها بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وربنا
وتندم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورأى يا روكي وكان وعنك سوق بيقينا ضدوا عينو معنا إنه إسقفصنا قلبي عن عقدة كبحنا حسني بدأ أن كبحنا عدوني بدأ أن كبحنا قلبي إسقفنا أن نقرنا ثلاثة أنزلنا الكوهلين في الآيات بحيلة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هيا محاكو ذينا والله في قلوا غلا وكا متكئين الدلي وكا ولا تجعل هيين الأبو في قلوبنا أوركنا غلا حقدا وحسدا وعداوة ولا هو هيين قلبك عندك قلينا مد إنك إن الدلي صوبالي هضانا ومدا إسنا عيبك حسدني بدا عداوة كذا هذا قلب الناس كذا ما يعجل ورس كذايا ورس كذايا ورس كذايا قبلية ذا وي وحي نجيلة وحي صورنا قبلية ذا يكو أصال سلطان ورياية بسم الله الرحمن وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. أحسنت أحسنت بارك الله فيك بارك الله فيك شيخنا الله أكبرك يدعو على الله ما أقبله. بسم الله برنامجكي ايان هالكسي وينا ان شاء الله تعالى و قبل ايان سو غارني كل دو علماء ايان كول جندونا ان شاء الله تعالى كلمهين كودا ان هدا وحن ويرايا شيخ احمد بريع او كاميدا ارداد متخرجين تا سنه كان كبحاي معدكا قيبت ثانويغا و هو كو هادلايا افكا متخرجين تا تفضل شيخ احمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة المستمعين في هذا المقام. وبعد تحية الحمد لله الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين نشروا ميراث النبوة والهداية والدعوة في مشارق الأرض ومغاربها. إخوة الكرام الأعزاء، لست أهلا هذا المقام ولكن قمت أمامكم بمسامحة علمائي وأساتذتي. إخوة الكرام الأعزاء، مهما كنا متحبرين في اللغة العربية طلبوا منا العلماء أن نتكلم باللغة أمنا المحلية السومرية، وهي أتكلم الآن كلمة معجزة اللفظ منبسطة المعاني سماع الخير إن شاء الله تعالى. إخوة الكرام، وحان مرينا يا ولاش عمري دقا أغريا يا هل كان مركي تاقنان صغارا وكبارا شيوخا وشبابا رجالا ونساء من ولو إناد هلو ذي إناد قدر متى رقا عمري دقا قاعدة هي أصفك لقا شوي لطه. وحان الله إدهي وحاتك هل ليسا كلمة المتخرجين رقا أتكمت كتهي شهادة قدبية قبلي ويلبا أرضيدي معتك المركز دار العلوم الثانوي المثيل بحرص تدور المشرفي الدكتور بفضيلة شيخنا عبد الرحمن الورديري نسبا السومالي جنسية الإثيوبية أصالة الكينية سكنا وإقامة الغارسية إقليما شيخ الأشيخ. إخوة الكرام الأعزاء، لأن محايري ويلاشي لا يتفعل كغاد هيي بشيخ الله لا تعرف كلابي تعريف كسبيين. لماذا؟ الله نعرف بشيخنا محانا نتعرفين إن الشيخ هي غمرك حقبا ولينا ولو تاريخ سيسي ولا دريسية تلميني بدكي سينان رازم أنا وصوق قابل إلو بقى هيي يا وحان ربيئنا قدر الحرمين لطلب العلم المكتل والمدينة المنورة ماله وعلمك كسوقاتي كمتهي مركا. إخوة الكرام، وحالي لكو هذا الكلمة المتخرجين إيوه مركزك فائدة ولي هارون الرشيد دولة العباسية حلقيس مركو دقالك كولجرين من كتابين تهي حلقيس عياني ورقدو صدري جوابتي أوبحيي وحاكمة هارون الرشيد منك أوب جوابي
وهي كأهات ورقدنا صادر من هارون الرشيد أمير المسلمين الإجابة جوابت أنكو سواء جوابها هي أما تراه واحد أركي تويهي لا تسمع واحد مغلموه مركز كمركان كهالله يو وحير تومالي ورده هذا ورجرب أكارو إيمان وميل وحي ودمعين وقرية وأساقا فشلمي سوما واحد دمعينات غريسة وأساقا فشلمي مركا هذا سومالي واحد تيري مهما هي وريق فور بوكويا الله ما أتك ورقات كيس اللي يقرب إيران صوبالي كبحيو أيها الحاضرون إنديه نادكو أركتان منفعية وحقبتك بلشير يدينتي يدلك يديغانك يولي يأي من المضى إيا هورمرك يتدورك يا حضارة للبحنمو إيا فهم كديري وحاوي شيخ سيدي أن تعرفه كبحيي إن شاء الله تعالى من علمة هو الرئيسي هذا لدى شيخ هل التعريف لك سبيه مجلدات بلغة قرية لما كوي بكرة سرديال بلغة ونية ومع ذلك هو شيخ إتاسو جير أمهات ستة مع موطئه إلى أفرية تضبجي بمرايا مركي سدحات مركي شرادي مركي أفراد سي مرايا وهذا بالله يا بلنسي إن شاء الله تعالى بفضل الله وكرمه ومنه إنه بالله سنن أبي داود وصود ميي صحيح مسلم والبخاري مع إجازتي إخوة الكرام الأعزاء متخرجين تهدأنا إلهي بانكو شكرينا وحانا أقوم مهنقينا وكالون كو شكرينا ونمرحبينينا علمدي وقوه الرئيو شيخ عبد الرحمن الدكتور الوريري إن شاء الله تعالى إخوة الكرام الأعزاء جهدك إيا الدذال كإنه قبحيين سيدي هو يئل ما أيو برباري سيئ أيو سوكعيسو أي أمو قبحيسو أيه نولة تعاملين يا معلن إيا إدارة إيا الشيخ وحي يستاقين ونفطو إيا وقتكو دي أورين وحنونكو دي اللي إلابين سيدي دجير ودعوة دي الدين توحوق بتنوغن نقل هاي نبلشال أنفعلا إخوة الكرام الأعزاء وأنا أقول لك أن هذا المشروع الذي يجب أن يكون في المنطقة، وأنا أقول لك أن هذا المشروع الذي يجب أن يكون في المنطقة، وأنا أقول لك أن هذا المشروع الذي يجب أن يكون في المنطقة، وأنا أقول لك أن هذا المشروع الذي يجب أن يكون في المنطقة، وأنا أقول لك أن هذا المشروع الذي يجب أن يكون في المنطقة، وأنا أقول لك وقد يرى الله إمام الوحول مركو صحيح مسلم شرحه كتاب كان مقدمة مركو كالله مجلدات بان كألف لها لكن مركان أركي طلبضي علمي وقتي قيقى جوكتهم مقام نضوضان هلهم مجلدات اسكاك صلوق لغوله مئات مجلال بك عبرين مئات مجلدات انت صبقل مجلد بان شرح لها لكن يرقى إيقى قائلها ليدي سمركا واي أنا هلهم صلوق لغوله شيخ مركو يهمني أركي وإن أنكو سوجوجي إخوة الكرام الدلالكيس إخوة الكرام العزاء رقع النجي تخرجي وحان لنا هاي يانا لإلابن وإن وحبر شراء النجي خوري لوسي وضا أم قران إساي جامع عادي إيو وحان وحبر شراء النجي كسي كبعنو للالتك سبا إن شاء الله وحان لنا هاي دادك سوا حاضري شكرا وهاني أن لكم مرحبا بكم باجتماعكم وحضوركم في هذا المنصب في هذا المناصب حلقة المتخرجين الثانوي في معهد مركزي دار العلوم الثانوية المثيل إخوة الكرام معهد كشيخ وكشعين هو مثيل مقابلة عالم الإسلامي ديني مركز الوريق معاهدي مدارسة مثلية تسارية لأن محايري مكرساق لكن سلعان شكل كواهي علمي القرآن تحفيد كي لقى صحيو خدك الله غفري المكة المكرمة والمدينة المنورة تاسي سوغادي او متقنين تي جوغان قرانك صحيح وحان لان هي همبليو همبليو مان لان هي دتك سو حاضري يا معلمينتي نسو دلسي نسو برباريسي نسو كيسي شيخ او غوريو اي اداردي نماموليسي يا معلمينتي وحبدان وخلدادا نغا صحي او نو ديري ان مس وها نغا كدعنو شكرا جزيلا الى اللقاء الاخر هذا والسلام وان الحمد لله رب العالمين جزاك الله خيرا شيخ احمد ادي اد ايو ماسن يحي الله كحفظيو ان ولاليال وا ماسنتين سدا وناغسن ا ادنا وسبريسان ان هادرا وحانو هري برنامج كي اردايدا صدح برنامج ايان كسو غبغبينا ان شاء الله تعالى وادو غاغابن ان هادا وحانو ييرايا كوخ ان ايات قرانا سؤال اسكا ويدين دونا اما كلا سو بخي دونا احكام كلا دوان سيدي حكم فقه إيا أصولي
إن شاء الله تعالى كوح راس عيان ويرايا فليتفضلوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد المحرم على حسبي دينه آية القرآن آية محاوي شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن وكعيدة حرم على رسول سارة وحفقه الفجر فقه هذه الكقاتين يوحى رسول الفجر أو سورين تيكقاتين يا آيات إعراب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مسائشة فقهك آيات اللي قادنا آية وحاكمة بش رمضان فضري إليه شيء إلا فضلة شيء أصلاك ميتك ليس الرئيسي إلهي سبحانه وتعالى يا خاص له إلهي سبحانه وتعالى وحوك لس الرئيسي للك ومكي مدينة وحالي رميلا وحاوي للك وفضل بضن وحوك لس الرئيسي رصوشة بل القرآن وكلام كيسا يلاهي له وكلا فضل بدنيهي مركا شيء سيلمتك إن لقس الرئيسي إلهي سبحانه وتعالى يا خاص له وربك يخلق ما يشاء ويختار آيات مسائشة الفقه لقنا يحاكم ده بش رمضان فضل إله وإلهي سبحانه وتعالى وحوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس مسائشة لقنا فقه وحاكم ده قفك قف والباء ومسلم وبالغ وعاقل وعذر دار وصن أصغنين إنه واجب كيها بش رمضان صوم كذا إله سبحانه وتعالى وحوله فمن شهد منكم الشهر فليسمه مركا فمن شهد من تحوي موصول مشترك وحفائدين ساع عموم مسائش لا يقالنا يفقه وحاكمد قفك هدوية يقف حنوصن أما أويها مسافر إنه أفريك له معلمها عيك مسافر كويها موحنوسيها وإله سبحانه وتعالى وحوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر آيادا علماء خار كمده وحيكا قاتين قفك أصيغو المصافر أما مريض هدو الصوم الصوم كيسا إنو أسحين وأنا مذهب ظاهرية أيكو كخلاف صن جمهورتا جمهورتا وحيسو قدر محذوف وإليهم فمن كان منكم مريضا أو على سفر قفك هدو يهي قف مريض أما مصافر أو يهي أو أفره أو فأخضر محذوفك أو فأخضر يسو قدر أيو مركز أيو صوق ضيني مسائشة أصولية وحاكمدة قاعدة إن الأمر إذا تجرد عن القرائن يفيد الوجوب أمرك هدو وحقرين وكتر تريهي وحفائدين يا وجوب آياته حوية فمن شهد منكم الشهر فليسمه فليسمه وأمر وفعل مضارع وإلى حرستي لام الأمر آياته حي أصل أطهي قاعدة قواعد فقه كمدة ومشهورة وهي المشقة تجلب التيسير وقفك هدوية هي قف مسافر أما قف مريض أو مشقيسي هي وحالك خفيفي أو لقف ذي صومكي آيادة وحي قواعد قاعدنا وحاكم إذا قاعدة النسخ واقع شرعا وجائز عقلا فمن شهد منكم الشهر فليسمه آيادة آيادة وحي نسخي آيادة كالآيه وعلى الذين يطيقونه ففدية طعام مسكين وقفك أصوغ مركي هراء قفك أصوغ السوم يكرا أصوم أبوده أي وحب حين جاي فدية بسم الله إن شاء الله تعالى وعلامة ما آيات هدو الشغل ونشغي إن شاء الله تعالى عرب كذو كامل بساعد إن شاء الله تعالى قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره شهر مضاف رمضان مضاف إليه مجرور وعلامة جره فتحة ظاهرة في آخره لأنه ممنوع من صرفه والمانع من صرف علتان وهما زلت ألف ونون العربية الذي اسمه موصول على السكون في محل رفع خبر المبتدا أنزل فعل الماضي تنوين للمجهول في حرف الجر والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر الجار والمجرور متعلق بأنزل القرآن نائب فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره هدى للناس هدى حرم القرآن منصوب علامة نسبه فتحة مقدرة على الألف مع من ظهورها التعذر
للناس للناس اللام حرف جر للناس اسم مجرور باللام وعلامة جره وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق بهدى وبينات الواو حرف عطف بينات معطوف على الهدى وعطف المنصوب المنصوب وعلامة نسبه كسرة ظاهرة في آخره لأنه جمع مؤنث سالم من الهدى من حرف جر الهدى اسم مجرور بمن وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها تعذر والفرقان الواو حرف عطف الفرقان معطوف على الهدى وعطف المجرور مجرور علامة جره كسرة ظاهرة في آخره فمن شهد منكم الشهر فمن الفاو حرف عطف من اسم شرط جازم يجزم فعلين الأول فعل شرط والثاني جار شرط في محل رفع المبتدأ شهد فعل الماضي مبني على الفتح في محل جزم فعل شرط وفاعله ضمير مستتر جواس تقديره يعود على من منكم من حرف جر والكاف الضمير المتصل مبني على الضم التقاء ساكنين في محل جر الجار والمجرور متعلق بمحذوف حال من فاعل شهد الشهر مفعول به منصوب علامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره فليصمه الفاء واقعة في جاو الشرط واللام لام الأمر يصم فعل مضايع مجزوم بلام الأمر وعلامة جم السكون في محل جزم جاو الشرط وفاعله ضمير مستتر جواس تقديره يعود على من والهاء الضمير المتصل مبني على الضم في محل نسب فعل به والجملة فليصم في محل رفع خبر من ومن كان الواو حرف عطف من اسم شرط جازم يجزم فعلين الأول فعل شرط والثاني جاب شرط في محل رفع مبتدا كان فعل الماضي ناقص مبني على الفتح في محل جزم فعل شرط واسمها ضمير مستتر جواز تقديره يعود على من مريض الخبر كان منصوب علامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره أو على سفر أو حرف عطف على حرف جر سفر اسم مجرور بعلى وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق بمحذوف في محل نسب عطفا على خبر كان فعدة ألفا واقعة في جواب شرط عدة مبتدأ مرفوع بالابتداء علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره وخبره محذوف والتقدير فعليه عدة والجملة فعليه عدة في محل رفع خبر من أيام أخر من حرف جر أيام اسم مجرور بمن وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لعدل أخر نعت من أيام ونعت المجرور المجرور وعلامة جره فتحة ظاهرة في آخره لأنه منموع من الصرف والمانع من الصرف علتان هما العدل وصفة يريد الله بكم اليسرى يريد فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره الله فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره بكم اليسرى الباء حرف جر والكاف الضمير المتصل مبني على الضم التقاء ساكنين في محل جر الجار والمجرور متعلق بيريد اليسرى مفعول به منصوب علامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره ولا يريد بكم العسرى الواو حرف عطف لا نافية يريد فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره الباء حرف جر والكاف الضمير المتصل مبني على الضم التقاء ساكنين في محل جر الجار والمجرور متعلق بيريد الأسرى مفعول به منصوب علامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره ولتكمل العدة الواو حرف عطف لتكمل اللام لام التعليل تكمل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وعلامة نسبه حذف النون لأنه من أفعال الخمسة العدة مفعول به منصوب علامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره ولتكبر الله الواو حرف عطف لتكبر الله اللام لام التعليل تكبر الله فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وعلامة نسبه حذف النون لأنه من أفعال الخمسة الله منصوب على التعظيم علامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره على ما هداكم على حرف جر ما مصدرية هداكم هدا فعل الماضي مبني على الفتح المقدرة منع من ظهورها التعذر فاعله ضمير مستتر جواس تقديره يعود على الله والكاف الضمير المتصل مبني على السكون في محل نسب المفعول به الجار والمجرور المتعلق بتكبر ولعلكم تشكرون الواو حرف عطف
لعل حرف تاج وتوقع والكاف الضمير المتصل مبني على السكون في محل نصب اسم لعل. تشكرون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من أفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والجملة تشكرون في محل رفع خبر لعل. صلى الله وسلم على النبي. جزاكم الله خيرا أدوم هاسينهين برنامج كي أردت وحكى صار له برنامج أو كلية وقبل وحن هذا ويرايا أردي سؤاله فقه كسابسا سويدينا يو هسود وارين مجموعة أسئلة الفقه هاي سود كده صار صار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد وحن سؤال اسكوي دين دونا فقه ولي بقاس آن فقه الشافعي أن أخرصنا كتبت أن أخرصنا وحكم ده سؤال جود أو إلى عشان سؤال ما اسكوي دين دونا دولا سبحانه وتعالى نصحهم سؤال شكو هذا أنا ودجينا وحنكو باللاوي مصبوقة قفك صلاة إمامك أنكو سو قارن ركع هذا بر لغال هرمار قفك أصيب إمامك قابك ورد دميستاني صلاة يا أصيب هذي ودميستراني سوو كور دميستاني صلاة ديس سؤال شكو كجوابي أي بسم الله الحمد لله وصلى الله عليه وحضر الله سعب ومكان الله إن شاء الله تعالى سواجه هذا كجوابه أخك أمامك يومك لنتقنا مركو وضلنا مركو القادمة إنه موافق يهي أو إمامك ولحرتي صلاة إيوه إنه قالك إمامي أو مسبوق إيوه صلاة قارئ دفتة هذه مسبوق ويهي أمامه ويهي موافق أو إمامك ولحرتي إمامك لنتقنا يا كأس أحكام تيسا إمامك لقادنا مثل مسبوق قالك إمامي صلاة قارئ دفتي yankisha kayna mar ahkaamtiisa qofka markii salaad uu soo galo oo imaamkan uu sii tuganay horan law me mitayun inuu yaqiiniyo inuu istiftaah iyo taawud iyo faataha ku dilli imaado oo imaamka urkuucda ayda uu la qabsado oo ragcada uu ku gaar kaas waxaan leenahay haday da yaqiiniso istiftaah iyo taawudna la imaatana faataha ka gaarto leema waleena ku di imaamka ragcada la qabso ama haduu ka shakiyo haduu istiftaah iyo taawud la imaado أصفات هذا آخرين إنه إمامك الركوع وركع هذا يكتكتو وحنلاقي هاي استفتاح التعود حوالي الإمام إسكدف فاتحة توس أوجد قل أذا فاتحة لحظة وتهدا دو إمامك الركوع عنه ركوع ركوع ذا إمام كبتها كلا قبصة فاتحة تا لحظة إسكدف حنلاقي هذه مركوز كسي مشغوليو نيك مسبوق هاي عندنا هاي فاتحة لحظة ود إسكدف أو إمامك راع دو فاتحة كسي مشغوليو أو إمامك الركوع ذو كسر كعه وحنلاقي هاي إمام كده ماشى هذا وصعد اعتدال كلا قبصة markii imaamku salaad uu ka baxana rakacada ayay way ku dhaaftay soo cilo gaalkani maw ka wuxuu ha midki yaqiinay ama haduu ka wuxuu midki shakiyay haduu ka shakiyaana sidoo kale haduu istiftaah iyo taawud isku mashquuliyo waxaan leenahay asan sidoo kale iska dhaaf haduu iska dhaafay laakiin isku mashquuliyo istiftaah iyo taawud waxaan ku laazimineynaa qadarkii uu ka akhriyay istiftaah iyo taawud inuu leeyimaado faataha ayadan uu ka akhriyay asan wali qadarkii buumo imaamku rukucay sa leeli waxaan leenahay ilaa qadarka faataha ka akhriso oo istiftaah iyo taawud ka akhriso مره اكرتي امامكم مركو عكرت لانا وحان الاولى لازمين بس كل لازمين مركو هاوي امامك عندنا اسو قدر كي بوغين فاتحه قدر كي اسو بوغين هدو امامك سو كعو او ركو يو كسو كعو مسبوق اسان وحان لين اسلاد سي وي بريسا الا هل شيء هدو لي امامو كو بدبادي شيء اسان وحا وايو نيت الفارق انو لي امادو او امامك سلاد او كو سو غارو او توكاد بالله توفيق ام سؤاش الواد وحي لهاي عنق نعسكا ama soo aan jinkiisa dhamaanin dhasho ahkaamtiisa iyo waxa ka ratimay ya ka jawaab bismillaahir rahmaanir rahiim su'aasha ayada aan ka jawaabo saqdiga maxal yiraahdo ilmaha yar oo dhiciska soo dhacay labaan kala qaadayna imaaratay xayaayna ka daahirtay inay ka daahirin inuu cunuga nolol ku soo dhashay inuu ku soo dhalan hadduu nolol ku soo dhasho xaalaynahay xukumuhu kal kabiir sidii qofku weyn loo tacaamulaa loola tacaamul waa la dhaq waa la kanfi waana lagu tukani hadduu nolol ku soo dhalanin maxaa leenahay cunuga suura bila aadan ma leeyahay suura bila aadan haduu leeyahay maxaa u waajibi maasuwa salaada u waajibi salaada wax ka soo haraba u waajibi hadduu suura bila aadan uu lehena cunuga maxaa leenahay afar bilood ma gaarin mise ma gaarin afar bilood hadduu gaaro cunuga maasuwa salaada u waajibi hadduu suura bila aadan uu lehen afar biloodna uu gaarina maxaa iska fiican in la aaso su'aasha saddexaad waxaa weeye xaakimka ama qaadiga
هديت هدي لو كان او لو سو هديه هديه دا مو اقبلي او مو قادنه مس ما قادنه سؤال شيخ جوي. بسم الله سؤال شيخ دانك جواب حاكم كدي مو قادن كرا مس ما قادن كرنك قاضي قاضي مركو سؤال با ويديننا او حلين هي نكن ادمان هديه كو كينايو انت ولي قاضي ادم نقنن هديه مو كو كين جري او مو كو شرف جري هادو دها هديه نكن وي كين جري انو قاضي هن وحلين هديه اي ina qaadato maxaleen harta inta haakimka aan noqotay hadooran ku keen jiray mu ka soo badiyay mas inta oo kale wada hadooran uu ka soo badiyay inta oo kale oo maanta inta oo kale moodo waxaleen hadiyada ay ina qaadato xaraam way ma banaan hadooran kamu soo badanin inta oo kale wadaane ayadana sidoo kale su'aal kale weydiinayna haakimka oo waxaan ku leenahay ninkan maanta dood meesha ka taasha mas ka ma taasha dood ba ka taasha ninkan maanta meesha dii ilaahdo xakamada dad ba ka taasha hadiyada ayana ayada xakimka inuu qaad sidoo kale waa xaraam haduu horan hadii uu keen jirin oo intuu qaadi noqdo uu ku bilaabana ayadan hadiyada ayadan uu qaato xaraam ay noqoni haday ninka maanta dad ka taalin meesha oo hadii uu keeno waxa leena hadiyada ayada inay qaado inuu qaato xakamka u banaantahay si fadliba laakiin waxa waa inuu iska tago waxa kaloo fiican inuu haduu qaato hadiyada ayada xakimka inuu ka awal mariyo qofkaasi bilaad aad iyo aad ayuu mahadsan yihiin ardaydaas su'aalaha fiqiga soo bandhigay waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka ardayga ahaa su'aalo ay isweydiinayaan koox arday ah oo ku saabsan siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam soo dhawaadeen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu naxnu daalibaatun min madrasati daar lculuum altacliimiya نريد أن نلقي أمامكم أسئلة وأجوبة تتعلق بالسيرة النبوية. سؤال: متى بنى الرسول مسجداً؟ جواب: في السنة الأولى من الهجرة بنى الرسول مسجده الشريف. سؤال: متى شرع الآذان؟ جواب: وفيها شرع الآذان لنبه الغافل ويذكر الساهي ليكون الاجتماع عاماً. سؤال: ماذا زاد بلال في آذان الصبح؟ جواب: وزاد بلال في آذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين فوفق عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. سؤال: بماذا أمر الرسول في فجر رمضان؟ جواب: وكان الرسول يأمر في فجر رمضان بأذانين أولهما ينبه به الغافلون حتى يتنبهوا للسحور والثاني للصلاة. سؤال: كيف كان آذان الجمعة؟ جواب: وكان آذان الجمعة واحدا من عهد الرسول إلى خلافة أبي بكر وعمر. سؤال: من زاد آذان الثاني؟ جواب: وزاد عثمان رضي الله عنه الآذان الثاني بسبب كثرة الناس. سؤال: ما غزوة بدر الكبرى؟ جواب: غزوة بدر الكبرى للفرقان الذي عز الله به الإسلام ورفع مناره وضمس الشرك وخرب أركانه. سؤال: ما سببها؟ جواب: وسببها أن الرسول خرج ليعتد عيرا لقريش راجعة من الشام. سؤال: ماذا عملت قريش بعد أن علمت بذلك؟ جواب: فلما علمت قريش بذلك أرسلت 950 رجلا لحماية عيرهم وتجارتهم فسار إليهم الرسول بمن معه وقاتلهم قتالا شديدا. سؤال: بماذا أيد الله المسلمين في هذه الغزوة؟ جواب: وأيد الله المسلمين بالملائكة فانهزم المشركون وتبعهم المسلمون. سؤال: كم عدد القتلى من المشركين والمسلمين؟ جواب: فقتل من المشركين 70 رجلا منهم أبو جهل وأسر منهم 70 أسيرا وقتل من المسلمين 14 رجلا. سؤال: بماذا أمر الرسول بعد ذلك؟ جواب: ثم أمر الرسول بدفن قتل المشركين والمسلمين. ما شاء الله أبو ما سيهين قبل هاس نسير النبي عليه الصلاة والسلام قريب كم إذا سؤال سويدي نهال كاس وحنو قبل قبوبي برنامج كي عرض يا عرض ده يسوع من دقايين عرض دي وحصول جريسي رمتي أدي أبو ما سيهين وحالة جاية بعد بدن
إن لقى جاري وياي أو برنامج كقرنا إن أيها اللوغ متجين وعكلا وقت أيام الماضي مركز ساعات أيها جبجبا إن علماء بدنا ونوفر ديان أو برنامج أيها رفتوا لباين السيو مركز أرضي لقى تجي هاو قادير وقت أيها عريب النقضي سكر اللوغ متجين أدى وما سنتهين هذا أنا وحنا كسر ورجال يا شيخ حسين عبد السمد سيو علماء ودادي إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المشروع ده انت شعب ناصر سيف عم ينوذي بارك الله فيه ويرد عليه وان كان نصيني حفلته السق ورحسن وناكسن بينو سعتي بندق في عم بيصاب بندقين أرضه وحان جونا وقتي قبل قبل هذا وقتي يعني عريرية وحاسين مركو حاسو دوين يا مديرك مركز كدار العلوم مؤسس كد او دوقي او معتك شعبد الرحمن ورديره دكتور كسو نوص يا فاهين بالمركز كا تاسيس كيسا وحا هو ها مركز كو قبطه سدا باهيده المجتمع ماشا مركي لو غاده وخي لا هيو باي باهيده المجتمع ايماتا فليتفضل مشكورا دكتور أنا أصلاً إن وقتي ما دام وجابي هي إن لصوك وكوب إن شاء الله بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي ما هذا أولا وآخرا ظاهرا وباطنا نوكل مياي مشان قيمها بضان هي كل أن كان مجلس كعلمي الوشر فايو علمي شريعة أقول رأي كتابك الله سبحانه سنة النبي صلى الله عليه وسلم يحكام تشريع عليك لدوان مركز دار العلوم رنتي مركز مدرد سنة ويان وهذا طوان سنة بكده وحكب الله وذي مركز وبعد قيبت قرآن كريم إيو حلقة علمي كده من قيبات بضان أيالو دري كميتا قيب مدرسة وهبين كلا قريو إيو قيب أنا قمر عبد الرأي تأهيل العلماء إن لصو صارو ضد علماء ومشايخة ومدى علمي جيدة برا ومدى هجامية وعلمي قوضي يقوم توضن أي تيالة ذاي ذاتك هادي عدر كيسين لسو عرضيي أيا كميدها وجيدة عن كلين هاي نوحوها إنو النقضو قف داعية ورما استيران إلهي با كمال كيسكالي لكن قرآن كريم كا يتفسير كيسة حديث كي علوم تيسة فقه كي قواعد سي وصول كيسة علمت عربية ذا اللي يرادو وحي اللي أغبهنا لها قف شيخة وحن كتلق اللي إنو المركز كصوبحو لقب الله بدوسي قرآن كها إلا علمت شريعة ذا كالدوغانيت قيبها مركز كحاكمي ذا أيضونا قيب معها دلوق العربية وخميس الجمعة ذا وعددك خميس الجمعة ذا إيمان كرا هي قيب سبتي أحدا وأردد اسكولي ذا إما المها اسكول كجراء سبتي أحدا لو تلق الأيرين إيمادان أيضونا بذلك سينقال بكتا خرجاية دفعات مركز كان رنتي ومركز مباركة إلى هنا ونبركي أود أن أعلن لنا هاي يجهد أن بحني وهذا أن شجعنا إن مجرته إلى هبا إسكال أود وفتشن ترى عصا إسكال سبحانه وتعالى جهودنا على كيسانا وحاسب وها ضد إسكال شري أو كلا دوان دين نقاط معلمين هذا طيبًا دلال بدن بحنا يهبين مارن يا دين قط أرضي أو دلال بدن بحنا يسويون جهود عن ريبينين يا والد كي أرنتي جرب تاعن وأدي أدنو جرب تاعن وحول الباب معلمين تي يا مامل كمل جرب تاعن يا إدارة يا مامل أيون هوش عاجسنا يا أصدقاء يا صاحب مركز كوليه هاي وح بدن لقب تاي هذين قط جديد دلوك هذين قط الاسم هذا يا هذين قط كقيب قارشة قيبها كلا دوان مركز كو بعيني رنت أنت بروحان لا جزاكم الله خيرا أذ بعد ما سنتين أذ يأذ بعدين نقول شكرنا هنا إلهنا جزينا يا أبارك إن يدرجات كنا كره وقع هذا رنت وحان أذ يأذ نقول شكرنا يا والدين تا عرور تودي حفلة ده دي ميل فوق وقعي ماضي وحان رجعوا والدين كي ماضي بمصا والدين كي ماضي نيروبي والدين كي ماضي الداب كوا كي ماضي الديرة كوا كي ماضي دانيري بلنبلا يا إسكوب كوا إجارة يا مسلاين كي ماضي كوا فافي يا قيبها كالدوان يا جارسة كونتي إلى تربج يا وجير يا مندرة
أردت أن يكون لقوين كي أدمق ليسين عروت يكون هذين إلى شن قال هي وحكة ترجمة يان مركز كدتك وكبرتها إن يهين مجتمع الصوماليات قيب قيب والبابا أما قوس والبابا أما منطقة قبل والبابا وجددنا وحيتها هي إن هذا وقف والبابا اللقديس أما اللهجديس أصغر لسن أو شاجج قريسن أو عالمة إنه دبل وعليه وما نترجم إنه أخبرته أو شق الرأس هذا هو ملها مجالين كسيجلا وعن كتر قلي ذات أقوان هي معرفة مركز حمباران ذات كود دب أول لابتة تورين كود كل نقطة بعدي دب أول لابت حروتو أنت ربنا وحكلا كي مادين تورين كي بعدي كي مادين أو باهي بدن ودينه ذا كجرتو أو أقوان تو يكون يرتاي أو معرفة تو يكون يرتاي أو إن بدن على على يبقى تبدن يسوع قادي هذا وركه وحي ديار ويهين هذا بقى أي سميان رمضان وبمركز الله حرو شعبان تا وحي كل لابتة مجالي ذي تورين كود أنت ربنا ترى واحد يتوشيان تهجد كي تجيان ذلك كتبته وآخريان خطب كجمعة آخريان محاضرات كي دروس تك قيب قاتان محايرة وحانس كود الرات تعليم هي تدريب هي تربية إنه أرض وحبرته هذا الله صار صاره كرتيدي سال صار صاره محايرة قف وحيا قانا وحاجر وحيس سو بنيجي كريم أو وحيس أكون بيرن كريم مرك أنت يرى وبرته ما أنت واقعانس أقانت يسا إنه جارسين كرو والدك أو جارسين كرو دتك يسي أو مدة مرت أو فايدين كرو أيام كنت تدريبين وكنت أبرئ رنتين التجربة عيادة ولقو جوريستي إلى إبرة مهارس كره هذا من إلى صدمية إلى ديارة دعاء أو ربنا تورين كأقيبينه يقول كي كي مادين أو تراويح لود ديار سنتاي أو خطب كي جمعين كهربان يا خيام أو كتبتين يا خيام ربا رنتين مركز مركز كريا ما إن أرضه وحبرون سيد ديني ده علماء أو التوجيهية أو الإجازة سيا أو ما لادرو أو ديار وامش لادرو أيام ماشان يا كصباح حيا marka markaska laba qaybo weeyaan awal hal qayb waa waxa ku soo kordhay qaybtan hadda aan joogno faracan waa baraaj labaad oo ku soo kordhay markaska qaybti quraankeed baan soo raray ee boardingkeed halkaan soo dejinay dhulkan asagayd aragtaan ayaan keenay marka qaybti kale xaggaas aan weey imaanay waxaan furi doonaa oo u bishaareynaa xaafada iyo dhamaan dhageystayaasha in hadii la yiraahdo bisha soo furra lagu furi doono meeshan macad ayaan la furi doono maxay yeelay su'aalaha ayna soo weydiisay xaafada kamid tahay ooyay maxad loo furo ayaguna carruurtooda ka faa'iideystaan qaybta quraankana waa socon doona boardingka qaybta maxadka ayaduna waa la furi doona insha Allah ta'ala ayaduna ka soo qayb qaata aad iyo aad baa imaasantiin meesha waxa jooga culimo badan oo rag iyo dumar bale gabadha daaciyada jooga oo daacwada magaalada gabdhii wadaaya ee culimada aha hooyoyinkii iyo waalidintii baa fadhiya aabayaashii iyo waalidintii baa jooga ardaydii baa fadhiya ka soo qayb galayaashii iyo asxaabti markaska ayaa jooga mashayikhdii jaamacadda mustaqbal jaamacadda mustaqbal mudirkeedii iyo ku xigeenkeedii iyo muxuu ahaa ee lacaga intaba way wada joogan halka waxa kale oo jeeda Sheecali Yusuf oo ku taqaanaan Sheecali Khayraat oo runtii sawna nin khayr badan magaca Ilaahay u raacay umadana maratay garab taagan dacwadeeda iyo tacliinteeda asxaabtaana oo kamid yahay jazaallahu khayran wa noomaaday ee shan khayrka badan buu ka soo qayb galay Sheekh Khariif mudirka markaska Umul Qura ayaa jooga odayaal qiimo badan baa jooga mashaaqayni kale Sheekh Abdullah Uthman ayaa hadda noo ah dayfo sharaf marka Sheekh Maxamed Cabdi uu u tagay saan ku wareejinay Sheekh Abdullah Uthman Buulo waa ninka daad ah hadana dacwada wuxuu u yahay 15 jir buu yahay meel walaal meeshi loo diray maalintii 5 jir 6 jir diyaar buu yahay wa tagaya waan daalanahay ma dhaho waan xanuunsanahay ma dhaho waan duqoway ma dhaho Ilaahay waxaan ka baryaynaa caafimaad taama inuu siiyo umrigiisa Ilaahay u barakeeyo mujtamaacaasna Ilaahay uu ku anfacayo u ziyadiyo khaatimadiisa khayr uu khatimo inta baan soo dhaweeyna jazaakumullahu khayran hadalkayga inta ka badanaa si wadna marabna waxaan rinay 4 saac iyo bar u dambeeyay 5 saac in aan golaha ku kala tagno oo aan dadka sii deyno fasaxno ujeedadana sida weeyaan qorraxdu soo dhawaatay kulaylkeedii baa hadas bilowday aad iyo aad u maasantihiin wixii faahfaahin oo ku saabsan markaska yahuuniisa insha Allah xafiisaha waa inay furan yihiin waan ku soo dhawaanaysan ugu dambeyntii waalidiinta nooga yimid kharijka ee magaalada kas aan ahayn kharij ka yimid qadadooda maanta halkan ay ku leeyihiin insha Allah ta'ala qadadooda waa diyaar yeena naga tagin markii xafladda dhamaato gabadhoodii gabdhiina meel baa la fariisin ragana meel baa la fariisin qadadeena waa diyaar maanta noo jooga insha Allah ta'ala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh dr abdurrahman aad buu maalsan yahay waxaan soo dhaweeyni wadiirka jaamacadda mustaqbal dr ali tawana mahmud sagana kelmadiisa si uu u toorto wana noo soo koobay insha Allah qoraxdu way soo kulanaysa bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wal aaqibatu lil muttaqiin
ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله والسلام عليه. أما بعد، ما شاء الله وحان آد ولا فرحنا مانتا مركز كن خاصة أردادا مانتا تقرجايو أو كوغولستين إن أي دميان وحي أي ودين أما ما أحد هذا أما قبت القرآن كهاته أما تأهيل العلماء قبت هنغط ويوم الفرح لهم وإن للفرح أيغن وفرصة سنوات كان دم بالله لويان وأننا أن كوغول السنين مركان وحبرشة كجرني حفل لها النوع أن منولو قبنجرين لكن إذنك ما شاء الله قارسو وحي آد معرفة مشهور أو نقطي حفل لها النوع أن سنة كستا مركو دمانا رمضان سودو وادو إن آد لو قبتو هنيئا لكم وفرصة غالية أردقا وحسو برنا يي إنو ما أركته لو سو قبق قبيو وشهادة الله سيو والله تسيو إنو قيبك قدبي أو قيبك لو قدبي وارنتي فرحات هادو وين ويان وحبر الشادو حيوباهانتها الصبر يددال بيوباهانتها مقالو دينن قاريسا كاونتي ومقالا أدو براكسل وارنتي وحبر الشادو ديميت أد يأد لوجو دلالة هايو وأد دين الله برهنها. هل بان معرفة أيام دت كماش سكوا إمادي دت ك وحبرشة أو حل سهران مدراء المدارس معاهدة قيبها كل الدون دت كمسؤولين تكاه هل بان إيه لهاي إن قصيد درنا أو وحبرشة إن عن طيا قصية لنا وحكمده. وحيلان عاونا ايو او اسبدل وين نو كاني كرو وحكمدو حلي راه توحيد الامتحانات يعني ما اودنا انا كوغولو سنو انا عن امتحانات كينا قار كمد اه عن مدينو سري مثلا بو سادسي ابتدائي كلاسك اللحات قيبتا عاداديقة قيبتا الثانويقة سي معناها او نقنو دادكا وحبرشادة كجرو دت معناها لسيد السي أنو نقول أرنتاس وحيكانسا هاد ولا ركتين مثلا وحلان هاي جمعية القرآن الكريم أو معاهد دون ما لها قرآن كل غبر طلون اسكو كانتو أو سنة كي هالمر انت حانسو بسو انكستو أي دت كوابان أو أردد يبن قرآن كحفظيون دن أي لو هيلي كان فرصة كل ود انت حانو هيكو قلان وعندي لها انكشقينو أنغو هرمرينينا وحبرشادينا انتحانات كينا مدارست يمعاهيدة نكستا إنو سود دالو غلاسيا دا قار وشهادوين كل غبحيو إنان انتحانات كودا مدينو أيان ما أركا عانيقا عانيلا مادام أنا رجل أكاديمي يعني وحاول ما أركته أنيقا قابتا أو هادا جامعة دا أيان مديركا هاي وحانقود حجرا نظام الأكاديمي وحبرشادة وعلا باقب قبنا وحلقاتك المساجد وعسل الله رب اللي جود دانو يه قب معناه دراسة نظامية ليرة دراسة وصعنة سو وأرض جا مراحل ومراعي قب تو حنا عاونا سعد أنا جا مع عدا مرق قارو حنا إيماني أرضي سو آخر ستي مذهب الشافعي أرضي كلو حنا إيماني سو آخر ستي مذهب الحنبلي لكن هذا إنه امتحان مدرسًا وحنو إمان لها عرضي وحبرشاد هذا قبتا ما عرضت قدام الثانوية أي مدرسًا تأي إنه إمان لها مركب وحنكو بورينا يا ما عرضت دادك علوم مدى وحلسارا معاهدة ثانوية يا عادات ديها يا ابتدائية عرينتا إنا نقدر صنو ووحبرشاد إنا عان تدويرنو وحن ربع أوكالي إنا قارهان aan u tahniyeeyo bigman u hurdeen oo xawaa in dhaq kala qadara bigman waxaan rabaa in la dhawmaanto waxa ka dambeeyo sheekh bigman sheekh loogu daro ma sha Allah arabi ku hadlay arkaysan ruuxa arabi inuu barto waxa lagu garanayaa naqamu sawt
هذا الكيس قابك وشبع عيو هذا الكيس قابك ودع عيو أي معركة لو قرنا يا ما بقمة وحبرشتي هذا الكولا أنا جا وحبرشتي وما برني هاي يعني إنا العكر راسدو إنا يا أنا غيره سلام نجاح دينا إنه أي بقمة بابور معركة لانجروز اللي هو ذكري مقاله والله قرنا يا وأنا متخصص في التعليم هذا ونتعلم تأخذ هذا تعلمت أنا هذا قطنا يا مركو عندي لا معركة ما شاء الله لكن وحن ما أنت عاد أقول سفر إلى هاي حدات كأخرين لهذا وراق ده كر وراق الناس كداسو وصفع وصوت يعرسو هادين وحرجين وقبضة عيدة إن هذا حفظه هذا هو معركة لقاعد دوبه ميديا إنه تكسي داسو أيان معركة أيان عصان الله رنتي لأن يراد ماشي كقطبيين ولاد كأف صومالي وكوحاد لي ولو مدي حسود جيدين دمانتو ده آد بيرنتي وفي عين وحيالها عن دونينا مانتا عن برارجو حكم ده آيات قرآن سورة الطلاق بالله فسر ماشي وحبا يقصود عمرك لأنه حجرة صاحباء هاي أو حجرة مركان كولونو وديجري شيخ مالا باستي أنه أسيان وحودي مركو يعركو تيلا بادا نقرسدي تيسا دحادا نقرسدي سوى أفر ما نقرسي قرحي ما عندن بيسو عويري شيخو أروسا نقل ربا مركزا نقرسي أروسا مع أفران كوهو غاية مدبان فرويري هاي وعيري وحان ربا أروسكي مردو وينان قلو وحان ده قرما فرت لباتن بري كهرو ده هده ما أروسي كرتتان قده قبلنا هده سو رجعية ما هو مسائل كالر ربا وصورة الطلاق وجران ورر ودتكينا يفهمانا كمده ورياشي باديها ومعركته لودا بدن دقن جرين oo shan shan boqol oo saacad iyo dadkan reebamaha markii hore berigi hore loo badan Allah dad waa la ciirtowe waxa wadiyasha shan shan boqol oo lix boqol oo saacad kun balaasta markaa afar afar naag baa la gursan jiray odiga markaa suu joogo islaam buu furi wii ka dibna ma aragtay tokolo doone arooski ma ogo inuu ku jiro ma aragtay fil cida hadii aad ma aragtay aad afar xas leedahay oo mid aad furto وحلو كلا قاضي اللبا إن هي رجعيتها إن هي باينتها هذا رجعيتها إسلامتك كلام مسوق جرسن كرتيد إلى أتن عدد أيك بحضو أرين داس هذا واجر تام مقالة لورق في بيكود عدي لكن بعضهم وانبر رجني قبل ما أركتي أروسكي أين الجلين بكو بر رجني نك زعيبك يا حب قصد روفته إسلامتي نسوق علاقتي وصوقتي كلي نسوق إلى أيك دماتو marka dhareer loo baninay ma xure shaqo masaladaas baad soo badanaysay arintaas waxaan doonay in la ba madam suratu talaq oo ka hadlay wadaadka arintaas marka inaan bararuji ayaan doonaya laakiin door masalo kale arinta xariir la leh ayaa jiraana dhalinyarada habaaran waxaan kala su'aal weydinayaa dhalinyarada ka hadlayeen dhiska anigu soo dhacaayo su'aasha ayaa weydin insha Allah ayaa bari doonaan taa waxaan uga dhigay homework سؤال حبيبي حويان إسلانتا حاملة ذا وأورك هدي أي ديكو سكو عركتو وديكو كسر عضو وأسبتال كنا تكتو لده ها أسبتال كمركا تكتو المهدي وي وديار ما دل من عنق موسى صادعين لكن ديك بكسر عضا إسلانتاس ما يتكنسه ما يصير مسا حكم كاد محن قني لبعض بالأوار عنو كاد قصادعه مسألة ده سنو حن وديبة يا معركة رجي ماشان كهلا علماء ده هين أولاد دياري معركته علماء نمذا مسألة ده سنو باران أو أي جوابته ده معركته أي هذا ليس شرطا لكن بإمكانهم هنا مختك على أي قرآن وعم قصو قتمة يا أنا وعم قصو ده جامعة المستقبل وحيل قصو ده نائب المدير شاه حسن خليف هيا لسعودة وعميد القبول والتسجيل عردك استوى الأقبالها أسرع وحرسارا شاه حسين عبد السمد با هيا لسعودة مسؤول المالية ما أنت مستقبل ماشي هذا وسوء عمرت دكتور ورير نفت سهر مستقبل قابت ماجستير كايو أخرية تدك مؤسسين تهيان وشام عادة معرتة باللاوين أيو كجري نكي ماشن كاهي معرتة مستوف سيريموني المنسق الأول عبد الناصر وجامعة المستقبل جامعة المستقبل مجاورة دموع مركب عارضة عارضة التخرجين
جامعتنا نيجو سودويننا جامعت نيجو سودويننا إن شاء الله تعالى وعندونا إن ما أرد قبولكم بلاونا يا إن جامعت أتسوقب قشان أو حبرشة عاد وضان أو سيد داشان جامعة مستقبل ضد بدن بكفى ما من مركز مجالاتهم كيالو إلا وعد كيلة ساعة معرته جامعة مستقبل روح كسعوده مركب عن ليه عرضي تخرجين هني عليكم إلهي هني بركة يا ما شاء الله مركز كان وين علوم مدى أيجودك وبحية ودكتور نيريو أدبا وتهنييننا أدبا معرت وما سنتين فرصة دنا لسيي مركا أدبا رنتي أد على معركة وما سنتين مركا أنا جا وحنا كبرنا يا وحبر الشدة تيار هذا اللي سيكر ديو وحبر الشدة تيار هذا اللي سيكر ديو ومركز تا عن مستويهن عن كر أسيق عنه مناهجتين عن مدينه امتحاناتكن عن مدينه هير عن قارنه مدرسة اللجنة كبحسن امتحاناتكن هيسحظه وعاب وعاد وقدر يا معرفة examination معرفة شق بيمان يا معرفة عاد وقرني مدارس تي كل ذن واسكو وده كوس عدان بارك الله فيكم وجزاكم الله خير بارك الله فيك يا دكتور كلمة ذا وحان سيني كلمة ذا هذا أنا شيخ الوالد شيخ عبد الله عثمان بولو شيخ عبد الله السود وهذا بارك الله فيك وحينوحي قدونا إن شاء الله كلمة كلا ينودي ما نسين دونا شيخ على خيرات كلمة كلا هو يوين كأنسين دونا جرتي هذا أنا هالوالد كده وحين رب العالمين دون توزيع الجوائز دو لا يرادو شخص له إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي أشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد كل ما قرحنا ويكل شه لكن أولي يردالي dad badan oo culimaana way ga dambeeyaan marka xaaladu dhan way gaabantahay waqtiga gaaban way isoo gaabantay baa la dhaha waxaana la sii dheereeyaba waji saamaxayaba uu yaryahay macna waa culiil way بفضل الله ورحمته نقول بفضل الله ورحمته إلهي فضليسي رحمتيسي يونوسيي daraasadan heerkan gaadhay makan sannay dadkan wax la soo baray waa bifadlillaahi waraxmatih waxa maaragtay waa sheekha maxamed ahday ka hadlay rabbi maaragtay inoo barakeeyey keliya ha la sii wado arrinkan oo ha la sii dadaalo maalena masaa'ishu ugu muhiimsan waxaa ka mid ah dadkan wax la barahayo waxaa badan baryahan in shahaado la qaato in shahaado la tiigsado ayaa badan marka mawduuca sheekhu uu ka hadlay hadaay oo culimada diyaarinteeda in culimo la diyaariyo rag muhiima oo la qabto aan la daynin ilaa قرآن كتفسير كقرآن كان أي حفظيان لفظا ومعنى أمهات ستة الله أغريه كتب الفقه هنا الله أغريه لغة العربية الله أغريه كتب مهمسة مركا حق نوع عاصة إلا الدياريه هو درسنا لغة الدياريه وحالها مهمسة بها الله هاي فبدا حرم بلا حدا حد هداي لا يوصل علي يعني من كان مارسي هداي صرفي مركي كتابك ay aqrin hayeen nacam waa bidaayo wanaagsan weeye naxwadina way diyaariyeen labada meeloodba way diyaariyeen marka waxaan rajaynayaa kolo nimankaas inaan la daynin ilaa xisaabkii nimaali alfiya loo aqriyo inaan la daynin ilaa xisaabka xifdiyaan maxaa yeelay makan si weeyo anaa fannigaa biyo gaadhkiisa ka mid tah marka sida aan maartay aan u baraarujinayno insha allah narjo inaan isku waafaqno dadka qur-aanka xifdin haya aan isu waafaqno aanu dadaalo dadka qur-aanka in la xifdisiyo lafdan waa macno waa dadka ducaada inay noqdaan laga rajo qabo wey haddaba dadka inay ducaad noqdaan laga rajo qabo kitaabkan qur-aanka inay xifdiyaan lafdan waa macno wey
محيالي كتابك ومادة شاملة وي ومادة كاملة ودين كوردن وكون سيها وي فكرنتي وبداية ونكسن وحالة ونكسن رب ما كسورينا سبحانه وتعالى رب جنة مكانية وآد بعلم الله الله رنتي بس كان لقيسيني لما أنت وحاوي أنا وضعنا كسور جنة وحبرشو دانا إن رمو قطور فربك يلا بلدها بس كان ما أنت وحان إيه كرنا وعدد وحسي بران كرة وعدد وحلسي باري كرة وعدد وحلسي لسي حفي سين كرة إلا مارت حالة عدد كاس وعدد ما أنت وحي الله أغري الصوح حفين كران صوت ديارين كران قاركوض بحب سوقري كران مركا دسكا وعدد اللي غيري جقوا إنا علماء نغضان مكا دسكا يان لغا هارين دسكا يان لغا هارين يان الله باهين لنا إنا ماركتي أي دهان رزق راتذا يان الله باهين يان دسكا إنتي كقلين جبين هيان أو ما تسيسا كآخر سان هيان إذا كنت تسيسا قرآن كإذا كنت كحفين لفظا مبانا دسكا أيها حال الدياري باهين وضانا حال مارسي متى هو حاق وكور رأي علم الله وحب رئيسا وشيخ ومارسي ومدير كي يا عبد الرحمن الله يحفظه علماء وكجروا الدولة ما هيستان واحد دولة هيستان ما لها اللي هو عسكاكم رحمة سيقى رأينا دولة أنا أقول عدية شبه مرع عدية وحي قادنا وحالة ديه لقالها السوق قال إن شعبي يقولوا بحيو الدين يقولوا بحيو ما بنانوا الله وحاس وخرافات منواركا يا اسكولاتك وقالوا بحيا اسكولاتك وقالوا بحيا ما حدا يقولوا بحيا إن مارت اسكولاتك وهرمر بالليل دينك هرمر ما هميا وحكو هرمر سنبا جينا دينك وحكو هرمر سنبا جينا هيا حدان النجي دولتي بأن مدع عادي يهبل يهبل آنا زيد يا عمر يا بكري وان ملحبا كان هيا وقيبا كلان هيا وحا لنا وحا واجبا إن دينك مارك دعوة دعوة إن لغا مارك لغا حول مارك لغا مارك حكومة مارك مارك دولة لأجل إلى هرمر ويو أي واحد هرمر فهن سنين أنا لا هرمر فهن سنين مثلا أنا ليس حسين هيا مارك قاليقة سنوات كان صامرنا قاليقة هلا تورو مارك ليو قاليقة قاليقة ونما هلا تورو أو مارك إنما كان كلا كريها صهرين ذا المسلمين كعي ذا المسلمين أيا كعي وحالي لو بيني هالويلة أو صوماليا أنا هنا هيران كلا يا بارم بحال ما يقول كاس أو يلي حدا ليه هين قالي وعلى طوري أو قالي أنا قلت نوية نوى ببير تيسا إيه حولي سوا أوقار قالي أنا الدين تاني دي ويو مركا محان اسكو شيغينا أنا كالولية إلى كالولية عدبير يعني أنا نوبة قبل كيس خلاص نوبة دولي هقو الصماس قبل كيس مركز حالة دي وهذا كبري ومرسي وحالي هو نقد هيا نقد هيا ذلك هذا ما شاء هذا وقاريب على كل هذا وحان ورجع إذا وشلاع شلاع ويو إيا ما نقابني مركا عن أقبالينه ودين يدعوتونا إن لغم مال جليو المال جليو مارس حولها الدولة ما بنانا ما كان أقبلنا على كل حال مثلا حقوي أنا دولة شعب ما اسكو مدري هاي مثلا حقوي لا تلاقين هاي وعشقاتين هاي وي مركا مدانا ومداس مدى كذا كسو قبقبين هاي وحاوي ووقت قاعدوا قابا ماشا مناسبة ما أنت تطبع هاي مناسبة ما أنت وهذا كتخرج على الصومة مهما الصومالية يا الصومالي وحلو لها نئنتو طابو يوني تعليمة نحن كرج قواني لغيستان نمانكا ما انت تخرجين كلمة لا يفهمان انتو نين طابو نين تعليمة معنى هذا انا وحاوي هذا مركا تخرج سي ودرجة مارس مرحلة ثانوية اصبح حضي
dadka meesha ka baxay way kala baxayaan nin wuxuu dhihi jaamacadan geli doonaa jaamacadan geli buu dhihi wuu taamhayaa jaamacadan geli saasaan yeeli xaggaanu mari xaggaanu mari ila xarameyn maa soconba ninna markii waxaan ku soo dhacayba wuu dhaqaaqay wuuna galay wuu soo dhameeyey intuu dooniy oo dhan uu soo maray maratay uu ka faa'idaysanaya cilmi kii oo taamahayo uu imaan kii ole waan jaamacadan geli rabaa asagoo ole waan geli rabaa yuu imaan masaladaas masale jirta wey marka qolyahaana waxaan ku waanahay weliba waxaan ina xusuusanhayaa oo xusuusta fiican alla wax ina garansii baa la dhahaa ya shaygan aan markaa ku sugana waaqaca maanta sheekha ka hadlahayda masalada yaana waqti aad la soo kulanteen idinka oo xafladinkana dhigahay waxaad la soo kulanteen oo kale mooye gaars inay maaratay inay si usii socon doonto in kale waa adduunya sa usii soconba adduunya waa un soo gaabanaysaa waxaa weeye fursadan iyo nafaaskan tacliinta aad haysataan anaa waxaad haysataan gaaris oo aada jaamaco geli oo majesteer haddana aada geli oo haddana digtoor aada geli adoo gaaris ku nool adoo gaaris ku nool safartaadan ay maaratay meel dheer iyo dowladooyin kaleoo fofog aada la kulmayn yanaa calaa kulli xaal tacliinta maanta inala siman ka faa'iidaysta dadkaana hala taageero waa faa'iido weyn bay inoo tahay allah ina garansiiyo allah ina garansiiyo saan rabbi ugu shukrino nimaan nicmada ilaahay ku sugnayn ma laha walaakiin shukrinta ayaa lagu kala duwan yahay rabbi aan ku shukrino waxaan ku soo gabagabayni rabbi baa iskeen baday waan saarkaynaa soo mareraarido rabbi baa iskeen baday af soomaali waxaa lagu dhahaa labadaan ishuulaynin allo heshiisii labadaan ishuulaynin allo heshiisii innagoo kulligeen walaalo ah oo waa meel aan ku kala bixin isku diin ah isku abtira isku luqaa isku midaba meela kuma kala baxan ku kala baxayn yaan radana af soomaaliga waxa lagu dhahaa jiro habaara sacyo labaysi gees sacyo labaysi gees waa habaar inkaaran weeyo sacyo gees wa isku muudaan ismana kaadmaynayaan isku ma imaanhayaan macnaha isku ma imaanhayaan waa habaar inkaaran weeyo sacyo labaysi gees waa inaga dhigay hadduu yidhaaha ruuxa waa habaarkii ugu dambeeyey calaa kulli xaal taan waxaan ugu midoobaynaa diinkeenna aan ku soo noqonno kitaabkeennii aan ku soo noqonno waa si masaladaashaa ka hadlahaya wey saxaa abdi allah yaxfado kitaabkeennii waxaa weeye ummad markay diin ka qabsato way walaalowdaa macnaha innaga diinka maan qabsanay marka ummaddii jaahiliya markay diin ka qabsatay ya waa waqtiga iga dhammaaday sheekhu saacaddu dhowrhaya haa haddaan rumaysan nahay kitaabkii qur-aanka ahaa haddaan rumaysan nahay sidii dadki rumeeyey ee ugu dhaqmeen oo u walaalooyeen aan walaalowna wasalaamu calaykum calayh salaam waraxmatullaahi wabarakaatuh sheekh waan waqtigeena celiyaya kelimaadka inay bataan oo tawciyada iyo dardaaranka uu sheekh noo wada way fiican tahay waxaan kusoo khatimi xagga culimada sheekh cali yuusuf sheekh cali khayraad kelimadiisa culimada kale ee suuro weyday kelimaad inaan siino waqtiga ayna ciriiriya qoraxdan way kulushahay waad raalli ahaanaysaan hadduu ilaah yidhaahdo sheekh cali fadal bismi illaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin wasala allahu wasalam calaa nabiyina muxamadin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam allahuma wafiqnaa limaa tuxibu watardaak kulley waxaan umalaynayaa sheekh cabdiraxmaan xafidahu llah daarulculuum waa meel ilaahay subxaanahu watacaala uu barakeeyey meel fogna waa laga soo bilaabay waxaan umalaynaa dhowr iyo toban sano ka hor wixii ikhlaas lagu bilaabo meel buu gaadhaa meesha uu gaadhayana waxa weeye waa meel ilaahay subxaanahu watacaala uu og yahay waqafka markii ugu horreysay sheekh maxamed cabdalla sheekhu soomaal dadka hadda inta fadhiya dad yar baa garanaya aada u yar raximahullah raxmatan waasica sheekh muxadid buu ahaa makal mukaram buu ku dhintay yaa meesha loo waqfay sheekhani niyad fiican buu hayay intii ka dambeysay orod fara badan buu bilaabay maantana waad arkaysaa meeshay gaartay iyo sida ay tahay waxaan ilaahay subxaanahu watacaala weydiisanaynaa
إن مش هوري أوسي صعته ومش هذا أي جوكت سنة كده مهدي الله نجارسي مال كفوك أي جارته يعني مركز كاسي عن رجينا هنا ولبوا حان إلهي سبحانه وتعالى ويدي سنة هنا مراكز الإسلام كا وعجر مراكز كده يشله ولو بهي هاي إن لو ده يده علوم تهدو حيس كان نقطة وحي رجرا مرمرة أنت كسور ريح أنت كسور ريح لحد كبوت كان لكن مال مقرن يسا كتابك الله بالله بيولا دمينا وشريعة الإسلام أتاقن أنت دادك الله برو ومهم جدا وين وأنا مركز كلية هذا أرين تاس أقومي إن شاء الله وحن رجينا إن مراسكيز كلا وفربضن إنه يكود بجرته وطريقة إيقادي دونان أما كوهري أجري منهج كوهذا أي بدلي دونان تاس ودار العلوم أرضي ذا وحن لاي هاي بارك الله فيكم الله إذن بركيو نور با إذن كم وقضى وحبال إذن بري لكن وحبا أنت هذا الله إذن بري توشير ما إذن بدامي علمك سديس ببداية ولي نهاية ماله ما له كل ما هذا ماله وفوق كل ذي علم عليم والله سعداء ولي قابة وحن بضبا أنت مرأة السلالة ما أنت ميلبن كجاري وما بتشيخ شيخ كستا وعلوم قيب كما ذاكو تخصصي ولي وحي أبا هاي بحث فربضان إنو وحبضان ومقارن يسا أفهمه مركا هوري السعداء وصدا ديتورك وشيغي مقارن يسا شعالي توانا جامعة ده إيمالي كلاد وحكفة إذا يسن كرتان قارة وعند إذن كله دردار ميا إنا دي احترامتان معلمين تيني وعيد صبرتي مشايخ ديني إنا دي احترامتان بريهان وحا إسكيار أرضي ده إنا احترامان معلمين ت آد بأويرتاي وحا إنا كمتاي وحيا با علمك فالسهادية وقفك علمك إسان مبارك ونغنينين إنتا سبحان الله أرضي ده والدين توحان الله إلهي سبحانه وتعالى هايدن وافجي وددك دعرور توضا ميشان كاني وحباري ugu tala gal diin islaamka inay u istaagaan bartaan barin umada ay gaarsiyaan kuwaas waan u bishaareeyna bishaareeyna leeyeen kuwa kale oo dariiqaas aan haynin oo iskuulka ku indhala waxaan leenahay meeshaas waxba ka ma jiraane waxa dheelaysa horta ilmaha waxa diinta islaamka la baro bari aakhiran uu ku anfici adoon uu kugu anfici waalida waxa dheelaysa diinta islaamka waxa lagu bixiyo mushkilada taagan waxa weeye qofku waxa la arkaa iskuulka taamkiiba dhowr 10 kun inuu bixiyo labadi kun ee taxfiid kan waa laga laayay oo macallinka maanta dhan cunigu xulay warkacba lacagta keen ma keenayaan meelahay warwareegay looma soo dhiibay tan iskuulkan imbeesa markaa lagu diriye waalidkan ma wada heel qaar kood weeye arinta dadka ku jira ka tanaasulan ilmaha diinta hal baro waxna lagu bixiyo ilmaha diinta hal baro waxna lagu bixiyo qolada kale waxa weeye macallimiinta daarul culuum sheekhoodi ayaga ba gruubkaas barakallahu fiikum wa idin tahniideenayna مال في عن بعض وحيدين مريان وحن رجينا إله سبحانه وتعالى إذا كان رجينا دين ويديننا إن ظهري أسي سعطان مال فوق أدقارتان ما قررنا يسا الدين تحدي إخلاص له وأن الدنيا لغو رادينين وأن الدنيا لغو رادينين قفكاس وحوي مال بوهيك سنيا ما يشاء وهيك سنينا إله سبحانه وتعالى غير كي أمو باهنا يبا إله با سبحانه وتعالى كفلا مركا يا حبوي أنا مقرن إذا شريعة الإسلام كي دين تلبرناي معلمين تي هودو ذا هي راتو نشيخ أنا قاعد جريز مان مغلن دوري سدير تنات كي هيد مسايد هرجيس كوي هلو حكى آخرين جري تفسير شيخ محمد هريري قال لي جري هدول أنت إن الله ونعير هدول نولي إن الله بركيو حبوي جري هدا ضربتين وحلاقة أقبله صلاة إسكي هجاج إلهي سبحانه وتعالى هذا ربتين وحكا أقبل صلاة إسكاها قاعد صلاة ديكا هقاكتو عماش كلانو يكوها قاعد وانا الصح وهي شرعية وافق سنتهي نلوش إنه يكون سهلنا هذا ربتنا سيرة ده إندها كتاك سيرة ده دادك سلف صالح حقابك قلنا ولايين نلوش هذا صدا إيهيد نباتي دي دين تان لاصو مري سي كنا ولايين نبكي إيقاجة دي من نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم إلا ماشي وقدم بيسي بل سيرة ده سا عمر أفرح يستكو مجرو بل way diidi jireen inay raaxaystaan marka culimada waa warathatu anbiya way waa dadkii anbiyaada dhaxlay way anbiyaadana dirham iyo dinaar lagama dhaxlin cilmi baa laga dhaxlay cilmiga umba rabaa in la gudbiyo oo risaalad marba qof way dhabarka ka saarantahay taasna niyada intaad gashataan wixiina waxaad ku baneysaan ikhlas ikhlas waxaan ku soo gabagabeynayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala kulan keenan ha ka dhigo kulan barakeysan oo dantii laga lahaa ee ujeedadii loo qabtay Ilaahay subhanahu wa ta'ala hanaga aqbalo culimadan khayr Allah siiyo hada wabillahi tawfiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alayhi salaam wa rahmatullahi wa barakatuh ma sha Allah ee culimadii
سكيدن بي هذا لك مشروعي انت سان كحرنا علمدا علمدا كلا ان سين ويني كريمو هرل هذا وقت يا عريري اه وحان سينينا كلمه والداتك استها علي وان سينينا كلمه او كميدا والدينتا عرورتهد واي دغتان مركزك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن سلام يا علوم الدينك ماشي مانتا انسكوغو وضنمت يا مسلمين تدامانتو يا دغليير تان سلام يا أرضي دغليير لوان سلام يا وهذا سوكا يا إلهي سبحانه وتعالى نور بركيو إلهي سبحانه وتعالى سيدنا أسكو كلنا جنة الفردوس أسكو كلنا دمانتن مسلمين تمل الله ميل يجوعان هدي ودد استان هدي قير ككود دالان وود قاريان وحاكلن كان إهمان تمشن حاجة أنا جو كسر وين كوزاز زجره إن أنا وود دوبن عن كتاب كقرآن كأنكم من تلو هدان أنا جي علماء يوزاز زج أسكو لا ود من تلو هدف كون قارينا إلهي سبحانه وتعالى عن كبر يينو إلهي إنكم إيلو قفك إسلامك إلهي ما إيلو وحونا هو إيلو إن الله سبحانه وتعالى كتابك قرآنك كريمك الشيء والباء أصدع أهرية أولا أصدع أهرية مالك قيامك وحاجرته إني كتابك قرآنك قفك مسلم قردن وهو البئني اللي هو يدين الأصح كتابك قرآنك إيه أقرنتي سيني اللي هو يديه وحاربنا علمنا أسكدوا منا إن شاء الله وزازي ومانت وحنك الله هو وينك علمنا ويد دارين آخرية الدوم بكو إسنا دارين أسكد دارين إنه إلهي نقدر إن شاء الله يعني إلهي كبر يا يا علمنا البولة هواي إلهي أنا بركيه سيب ومانت شيخ أمهي هي الشيخ محمد الكدام لعمر جيس وعباله صلى إلهي أنا جارسيه وأسكو كان ودن جارسية دمارتن إلهي سبحانه وتعالى مانت مارن كله وأن جوغنا مارن كله ودن بيا ماشا وحوا كلال كي وحوا مش إغيسو لاسا كلال كي دن بيا إلهي أنا غحف ديو وكتاب كا قرآن كي إلهي أنا غحف ديو أولاد دمانت وادي ركتين ماشا عمرا هاينو من درسو عن صوت اكتا يعني لاسا أنا غير لغاينا يا عن صوت اكتا ما أنت فرصة أنا هيسنو وقالي وزازيجا أنا هيسنو ويا ما أنت أنا وحنا هاي أف أرضا أقوله وين جرتي علمي مدرسة قديجة ما أنت إلهي سبحانه وتعالى علمي أن هيرك قراءة يان وهير عن الهير كريم نول بقى مسلم ما أنت أو أضلي ودنقري ما أنت دقشوك لا تجي جورجي سأقول لعبني ننكي آن بلما الله سبحانه وتعالى هسي قلبي حتى ما انت أسرحت أو دلقني إلهي وحنك برئينا كل أمكان من وراك سن ورسوه النمت كان أغدن بي فرحد وغدن بي سي إنه إلهي سبحانه وتعالى أول ما قد إذا دفع عالم كما انت ماشر نغير في رسالة شيخ عبد الرحمن وردير أي أولها ما هي هذه أسرع أولها مسألة ونيته حمر أولها إله سبحانه وتعالى هم بركة ولمرة سد الدهية وسوق كان كنر وإلمه النهر كود الدهية أنا وأنا كوسي ديران إني وعربا إما جمعنا وسوق قبسنه وسوق دومنا مده وينا سنة وحول البقفنا يدو يمه وسوق دورتا مده وينا كل يوم ما نقرأ وحبنا ما قبسن كرأ لا سمعت دان سوق دومنا مده وينا وساس الله دورتا وعلى دركة ما عندك دورشة إيه بعيسو حتى قفك جيفه سرقت على رأس القاضي جاري على سارة كتابك القرآن كه إنا نسكت دوننا أول ما بينا أنا كم أقنانن هل إيهابا إن شاء الله والله نقوله سلام عليكم شيخ حسين عبد الباسن ياي يا علماء بينا توجيهاتك يا نسيين وقبل قبل ويان وحن بحينا إن شاء الله تعالى شهادوينك يا أردادي جوائز تمتايستي marka hadda waxa yeerina waxa weeyaan waa ardayda lamaraha hore galay haday yihiin qaybta tacfiidka quraanka iyo haday yihiin qaybta macta luqada iyo haday yihiin qaybta sanawiga marka waxaan ka bilaabaynaa tacfiidka quraanka kariimka waxa uu horeeyo lamarka uu galay abdullahi bashir abda wiilkaas waxa la yiri wuxuu ku maqan yahay tartanka nairobi
وحاجه وارد كيس او شهاده وقاضي سو استاو ان اردي غلبات انو يوينا وا يوسف عثمان اولا مرك لبات غلي قيبته تحفيظ القران يوسف عثمان يوسف عثمان عدو ما شاء الله الله يبارك فيهم طيب أردق السدحات وعبد الله حسين يعقوب عبد الله حسن يعقوب ما شاء الله الله يبارك فيه انت سي وحان اوغ بخناي قيبتي تحفيظ القران كا ان هدا وحان او غدبينا قيبته ثانويغا او لبا قيبودا ان دفعتي لبات يا تي سدحات برك وحان كو بلابينا تي لبات ان ارديغا كوباد وعبد الله بلو سمو عبد الله بلو سمو فليتفضل يا عبد الله بلو ما شاء الله الله يبارك فيك ان اردق اللباد قيت الثانوي واسماء عمر محمد قبر وايه اسماء عمر محمد أسماء موجودة هاي أرضي اللبات وعبد الرحمن أرضي السدحات عفوا عبد الرحمن محمد حسن عبد الرحمن محمد حسن ما شاء الله جميعا هذا ما سين لمانتوت الى وبركه علم غاس اي برتين هل كاس وحنا وصلنا دمادي دفعتي لبات اما فوجكي لبات كتخرجي قسمي الثانوي معهد دار العلوم مركز دار العلوم ان هذا وحان بلابينا ارددي هذا تخرجتي لبدا كون لباتن يا افرتا ان وحا لمركو اه اباح عبد الله هود اباح عبد الله سو دواتو ارديغا لباد لمر ان قيبت ثانويغا هذا تخرجتي ومحمد جل عبده محمد جل جيل لبار سوضا أرضي السدحات أحمد بريه فارح ما شاء الله الله بركة أرضي راس هل كاسنا وحنا كسر قبل قبليني قيبتي ثانوية وحنا بالله إن قيبتي معك اللغة العربية أو أصلا بقى يبغى قيب اللغة كل بعثني سدح ذا يا قيب تهدر لما يصير اللغة كل بعثني أفرتا برك وحنا كبل الله إن قيبت اللغة كل بعثني سدح وحال مركو وأردراس فائزة محمد عبد الله فائزة شيخ محمد عبد الله فضل تفضلي يا فايزة
نمرك اللبات وحسين نور بلو حسين نور بلو حسين صارخص أردق سدحاد وزياد فارح عبد الله هذا هو حامل لابي أنا أردد هذا تخرجتي كتخرجي قيب تمعت اللغة العربية وحال مركو محمد حسين طاهر محمد حسين طاهر فضل يا شيخ أردق لابد محمد إبراهيم دوبو دوبو صار أصلا أردق سدي هذا ومحمد عبد عيسى محمد عبد عيسى مكان مراي فرما يبدأ مكان أرجل جنوك وو كتاب سماح أفرد أميري أنا هالكاس وأنا وصل قبل قبوبي أردايدي ككوبنا قيبتا اللغة العربية لويس قيبوب لولا كل باطن يسد أحدا يا لولا كل باطن يا أفرتا يا قيبت الثاني وإن سد وكلا يا تحفيظ القرآن كا إن هذا وحنو يرينا إن مركز كوا حوية ودولة أوكلة أرضي بلا ما شقيسه إن أو نضافة دا يا قوة كاردة دا يسحلان بودين كا رك شقيه يا جرو ما كرجع سسي قولي أيها لو كرامين ربا رجع رؤساء أو وين ninka hore waxa weey Idris Adam Burale ninkaasi wuxuu u xilsaaran yahay oo rais u yahay qismiga tacliimiga macallimiinta iyo ardada ayuu dhaxay qaybta tacliimta adduu tacliim ayo waxa kale oo ku xigo Muhammad Abdu Isa asagana wuxuu yahay waa raiska وحل سارن حق عنتبه ندعم انتبه يا أردده كنترولك هاي أصير أصير وانكاس شغفي عم وهي وحاكوحي محمد عفوا أحمد محمد إبراهيم وزير المالية محمد عفوا أحمد محمد إبراهيم وأصنا رئيس النظافة نظافة ده مركزك نكوح السارن أصور أقصى أسجنا وحنا ودنا بيا عبد الشكور علي عبدة أسجنا وحوي ورئيس لجنة الإسكان بل وقري قرال كأيو هذا جمت أردد عصب إيو قال كولا تسيو بوح السارية هاي مركا وزير الإسكان وي هل كاس مركو حنا ودنا ماري أردد إلى تكريم رأيي لما بدكوا كرامي marka hadda waxaan rabnaa ardaydi shaadooyin kala aha in dhammaan shaadooyinka loo qaybiyo oo magacooda ay maqlaan oo ay soo istaagaan shaada qaataan أبو خان ها. تحفيز كأي أو يين أردنا صهار تيش هذا قادر يسي عبد الله عبدي. عبد النور عبد النور عبدي أستر. أصار أصوا. شاي سقط مقاسي. هاشا. سيم على شذي سشق ده حنقوليش. هاي بس هاي. هاي هاي واي. هاي كل شيء. إبراهيم آدم إبراهيم آدم عبده. إبراهيم أنا عبدي يا كوعو شيء يا كوعو عيسى حريد دول ميا هيا هوسيب إسماعيل أحمد علي هم قلنا تعليق راعي هاي هو عبد الله زياد كنا
عبد الله زياد تفضل. ايوه يوسف حريب. يوسف حريب فرما صح يوسف حريب دول يا خلي اخر شيخ زبير ميا زبير ما حقر شيخ تس زبير زبير مهد زبير مهد صديق زبير مهد صديق في احد اخر عثمان محمد عمر عثمان محمد عمر صلاة صلاة ديقو عبد الشيخ يا ناري عندي اروح الكاسي وحنا كنا ماينا قيب تحفيد كا يا شهادون كل شركت ثاني صبح عبد الله زياد علي بسوق عبد الله زياد كنا ها ee hadda waxa uu yeelinaa ardayda sanawiga oo shaaga qaadanaysay Ali Bursuq Geedi Shaa Ali Fadal Hay shaqay ya ya fadiyara Hay shaqa thaniya thaniya qofra ابشر عمر ايمان ابشر عمر ايمان تفضل شغل ابشر ها اللي بعده عبد الشكور زياد عبد الشكور زياد اللي بعده حسن الشيخ علي شيخ حسن بيجمان تفضل شيخ بارك الله فيك شيخ جزاك الله خير. اللي بعده اسماعيل اسماعيل محمد ابراهيم اسماعيل محمد ابراهيم واللي بعده رابل داوود رابل داوود واللي بعده علي الشيخ حريب علي هاي الشيخ عبد الرحمن عمر محمد آدم عمر محمد آدم أسير محمد أي محمد محمود عبدي حق سيدك شو ريب ريب شو عبد الهاب ريب سيسي شيخ سيسي طاهر محمد بشير طاهر محمد بشير محمد محمود عبدي أيوة سيدي أسأل لي في عبد الهاب نقرنا في عنبوت نقرنا كان أوكي بكر بلوس أسألك عرب حسين رشيد اللي بعده قريب شيخ عبد الله احمد فارح قال ما صح اي قفك شاي ساعة قابلين شاي محمد يا شاي عبد المجيد او ماو ديري ابراهيم اسحاق شيخ ولي شيخ عبد الله فرحان رابلي محمد ابو بكر ابراهيم اسحاق فاطمه يوسف اسحاق احمد محمد ابراهيم يعقوب سهل محمد عبد الله عثمان ابي ابي ايوه فرحان ولا فرحان فرحان ابو بكر شعيب ادم شعيب ادم حسن
إدريس آدم برالة، عمر محمود معلم، عمر محمود معلم، عمر واخنا حق شعب جافا، آسيا محمد عبد الله، يوسف آدم علي، يوسف آدم علي، يسوع يسوع سي جود يوسف، يوسف أحمد عبده، يوسف أحمد عبد الرشيد، ما يلي عبد الرشيد فارح قيدي، عبد الرشيد فارح قيدي، عبد القادر عبد الله إسماعيل، عبد القادر عبد الله إسماعيل، أسامة محمود معلم، أسامة قورة، أسامة لقمان محمود عبد الله، لقمان عبد الوهاب الشيخ عبد القادر، حسن مين؟ حسن علي نور، حسن علي نور حسن علي نور ملالة، مين؟ آدم علي الصلاة، آدم علي الصلاة، عبد الشكور علي عبد، عبد الجبار علي كنو، عبد الوهاب عثمان عبد الله، عبد الرحمن صلاة علي، إلياس عبد عدو، قولوا لي أصحاب سبت المير نوحيد شو حسين شك من قاعد مع أضوان حسين أحمد بر يقر يقر وزير ورنا حسين محمد معلم برهم شعب الله ربحنا شعب الله يقول له ودي بيقولك دقيد واحد مدينة كاف الحين مركز دار العلوم مركز دقيد هذا كاف الحين دقيشين كي أوي أما موي كان لفظ هذا ويجيران أو شهدوا يوم قاتين قاربا مركز وا وفرصة في عن أعطتك محو فرصة أن هي المركز يراين أنا يبي تعليم دقيقة يبقى تان إن هذا كيف إيديستان شو حلو أو شايف توه